بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم، اهلا بكم في ورشة عمل ازاي تكون مصمم فاهم، اللي هنتعلم فيها اساسيات التصميم. طيب يا جماعة خلاص الشات نسيبه شوية علشان خاطر نبتدي الورشة بتاعتنا، وهبقى اسيب لكم وقت عشان تسألوا. تمام، نسيب الشات شوية. ايوه نركز. ورشة ازاي تكون مصمم فاهم هي ورشة تدريبية بتتكون من 5 لقاءات اونلاين، مع كل لقاء هينزل بعدها تدريب عملي، وهينزل بعدها كمية توتوريالز كبيرة للناس اللي عايزة بجد بجد تتعلم. عايزين نخرج من الشهر ونص دول متمكنين من التصميم والبرنامج. الورشة فعليا ناس كتير سألتني، في عن دروس معينة كانت بتسأل، مثلا عن دروس كارتون، عن دروس حاجة معينة في هتبقى موجودة في الورشة ولا لا. ناس كتير برضو كانت بتسأل انا هخرج من الورشة دي بروفيشنال ولا هبقى ايه. لا طبعا مفيش حاجة، مفيش كورس في الدنيا هتاخده هتخرج منه بروفيشنال طالما انت ما تدربتش واتعلمت صوت بايظ عند كل الناس. اللي سامع صوت يكتب 1. يبقى الصوت بايظ عنده يتأكد ان النت عنده كويس، ويتأكد ان هو فاتح من المتصفح كويس، ويكون مسطب فلاش بلاير. تمام، ويقفل سكايب ويقفل اي حاجة تانية. تمام، نرجع لي الورشة. الورشة فعليا ما فيش حاجة في الدنيا هتدخلها هتطلع منها بروفيشنال. ايوه هنزل بعد ما اسجلها هنزلها على الايفنت يا نسمة. لا ايوه اللي عنده الصوت فيه مشكله يعمل ريفرش. هنزلها في الايفنت، هنزلها في الجروب، وهنزلها على البروفايل بتاعي، هنزلها في كل حته ما تخافوش. بالنسبه للورشه هو مفيش حاجه انت هتشوفها هتطلع منها بروفيشنال، مستحيل في الدنيا دي لو انت ما اتدربتش وجربت وعملت كذا بورتفوليو وجربت كذا مره في كذا مره في كذا مره علشان في الاخر تطلع بروفيشنال. لكن كورس واحد ورشه واحده ما مش هتطلعك بروفيشنال. تاني حاجة بالنسبة لهدف الورشة دي، أول فكرة جت كانت بسبب إن في ناس كتير ما بتعرفش حاجات كتير في الفوتوشوب، وبسبب كمان إن الناس مش عارفة إزاي تتعلم. يعني مثلا أجي أقول لحد موقع كذا يقول لأ أنا معرفوش. ما هو ما يعرفوش ليه؟ لان هو ما سمعش عنه قبل كده، او ما فيش حد من المصممين الكبار عرفه ان هو لازم يتعلم على موقع زي ده، او لازم يعمل براكتس كذا مره. ايوه يستخدم جوجل، يعني في ناس كتير ما تعرفش تستخدم جوجل صح. برضو هناخد يوم كده هنتكلم بس عن استخدام جوجل صح. الناس اللي عندها صوت بيقطع النت، الا لو الناس كلها عندها صوت بيقطع. تاني حاجه هنعرفها في الورشه دي هي طب بصوا يا جماعة، الشات هيشتت الناس، فطالما الشات ايوه هنقفل الشات احسن. انا بقول كده برضو، او ما تتكلموش عشان بس اللي عنده سؤال لو انا بتكلم يسأله. بس خلاص مش هنتكلم دلوقتي، لو عندكم سؤال اسألوه. هيبقى في شهادة حضور ان انت خدت ورشة، لكن هي مش شهادة خبرة ومش شهادة تأهلك للعمل. لازم تتدرب، وهنتكلم ازاي تلاقي شغل وايه علاقة الشهادة. والشهادة حاجة غير مهمة يعني في شغلك كجرافيك ديزاينر. حد يكتب لأمل انها تعمل ريفرش. نروح او الاستفادة القصوى، يعني استخدمه المتصفح فايرفوكس او كروم عادي هيشتغل. فلاش بلاير يبقى متسطب والصوت هيبقى تمام. تمام على كده. تمام زي ما شهاب قال. نقف بقى يا جماعة، مش هنتكلم في الشات، انا مش هبص على الشات خالص، علشان نبتدي المحاضرة. اللي عنده مشكلة أو عنده استفسار بعد كل جزء هوقف شوية عشان يسأل السؤال بتاعه. أول حاجة في المحاضرة بتاعتنا هنتكلم عليها هي مفهوم التصميم الجرافيكي بشكل عام. مفهوم التصميم الجرافيكي بشكل عام هو بيعتمد على
نظريا على توظيف العناصر زي النقطة، الخط، الألوان، كل الحاجات دي توظيفها مع مجموعة من المبادئ عشان تخلق تواصل مرئي. التواصل المرئي ده بيرتكز لصورة ثابتة، الصورة الثابتة دي بتاخد شكل مطبوع أو بتبقى معروضة على سطح ثنائي الأبعاد زي لابتوب أو كمبيوتر أو شاشة تلفزيون أيا كان. ده مفهوم تصميم جرافيكي. أول مرة طلعت كلمة جرافيك ديزاين كانت في سنة 1922 للمصمم ويبيان أديسون، هو اللي أطلق كلمة تصميم جرافيكي أو جرافيك ديزاين. طيب مين هو الجرافيك ديزاينر وإزاي بقى جرافيك ديزاينر؟ خلينا متفقين من وجهة نظري المتواضعة التي لا قيمة لها في الحياة إن تسمية مصمم جرافيك دي أنا شايفة إنها تسمية مبتورة، لأن أنت لما تقولي أنا مصمم جرافيك، طب انا فهمت ايه؟ طب انت بتعمل ايه؟ انا معرفتش انت بتعمل ايه كمصمم جرافيك. لذلك ما ينفعش تقول حاجه اسمها مصمم جرافيك. مصمم جرافيك دي يندرج تحتها 30 فرع من فنون تحت كلمه مصمم جرافيك. كل الفروع دي كل واحد بيندرج تحته 5 6. فانت لما تيجي تقولي انا مصمم جرافيك، فانت بتحط نفسك في موقف محرج، لان ممكن حد يطلب منك طلب ملوش علاقه بتخصصك تماما. فانت بتديني بيانات انا مبتوره عنك. لذلك ما تقولش انا مصمم جرافيك. لو انت مثلا ويب ديزاينر قول انا مصمم جرافيك ويب ديزاينر، او قول انا ويب ديزاينر. لو انت تايب جرافيك ولا جرافيك ايا كان، بعد كده لما نيجي نتكلم عن الفروع اللي تندرج تحت كلمه مصمم جرافيك تقول التخصص بتاعك على طول. لكن كلمه مصمم جرافيك دي او عايز ابقى مصمم جرافيك، ما فيش حد اسمه مصمم جرافيك، لان طالما خد مسمى كلمه مصمم جرافيك يبقى هو بيعرف يعمل كل حاجه في التصميم الجرافيكي. ويب ديزاين بفروعه، تايب جرافي بفروعه، الديزاينز كلها، البانرز، يبقى هو بيعرف يعمل كل حاجة في الدنيا. ودي حاجة لا، ده إلا لو كان إنسان موهوب بقى. طيب مفيش شهادة معينة بتأهلك إن أنت تكون مصمم جرافيك. مفيش كورس هتاخده الشهادة بتاعته هتأهلك إنك تشتغل. مفيش كلية معينة هتخلصها هتأهلك إنك تبقى ويب ديزاينر. في المجال ده بالذات اللي بيحدد أنت ويب ديزاينر أو لأ هو حاجة اسمها زي سي في كده، بورتفوليو بتاعك بيبقى فيه شغلك القديم، ده اللي بيأهلك إنك تشتغل أو ما تشتغلش، ده اللي بيأهلك إنك تثبت نفسك أو ما تثبتش نفسك. لكن شهادة معينة مش مطلوبة. لكن اللي عايز يدرس جرافيك ديزاين بجد او اعلان او شيء من هذا، هو موجود في كلية الفنون التطبيقية حوالين العالم. يعني اي حد عايز يدرس جرافيك ديزاين من الاساس يعني، واي حد عايز يدرس جرافيك ديزاين من الاساس ممكن يدرسه من على النت. الكتب كتير، المواقع كتير، وهنتكلم برضو عن كل ده في محاضرة بتاعة التعليم وبتاعة جوجل. طيب لما المجال ده مش مجال شهادة، المجال ده مجال مين؟ المجال ده مجال أي حد موهوب، أي حد عنده موهبة. طيب لو ما عنديش موهبة، يعني أنا بطبيعة الحال مش برسم، مين في كام حد هنا بيرسم، بيعرف يرسم، رسام يعني؟ رسامين. تمام. طيب ما شاء الله كلكم فنانين، عادي مش مشكلة. أنا شخصيا ما بعرفش أرسم، أو بعرف أرسم بس مش رسام تصويري يعني. مين ما بيعرفش يرسم؟ مش بتعرف ترسم؟ تمام عادي. طيب ماشي، يبقى الأغلبية مش بتعرف ترسم، وأنا شخصيا مش رسامة يعني. هو عادي بيشتغل مصمم جرافيك مش مشكلة. لا الرسم مش اساسي. طيب لو المجال ده مش للموهوبين او مش للرسامين، المجال ده لمين؟ المجال ده لاي حد عنده مهارة. ايه هي المهارة؟ المهارة دي زي الموهبة بالظبط، بس الفرق الموهبة هي شيء معانا من احنا اتولدنا بيه، اتخلقنا كده موهوبين، اتخلقنا بنعرف نرسم. لكن المهارة دي حاجة بتكتسبها انت بعد كده في حياتك. بتكتسبها ازاي؟ من التدريب، التجربة، الخبرة، المطالعة، وانك تشوف شغل ناس تانية. دي المهارة، وكده انت بتكتسب المهارة. المهارة ممكن تنافس الموهبة على فكرة، لان ممكن يكون عندك انسان موهوب بس ما بيطورش نفسه،
بس هو بيعرف يرسم. طبعا الانسان لما بيكون بيتولد بيعرف يرسم، بيكون بيعرف اساسيات، لكن ما بيعرفش يبدع في كل حاجه، لازم يجرب كذا مره. فعشان كده ممكن يكون انسان موهوب ما طورش نفسه، لكن انسان عنده مهاره، خلق المهاره جواه، كده انسان ممكن يتفوق على الموهبه. تمام. فعشان كده الناس اللي ما بتعرفش ترسم ما تقلقش تماما، مش شرط اساسا تكون بتعرف ترسم. وحتى لو بتعرف ترسم فانت مش هتستخدم الرسم يعني الا بنسبة 30% لو انت هتبتكر شيء، لكن تصميم الجرافيك مش هنستخدم الرسم كتير. طيب نروح لتاني جزء، نتكلم عن عملية التصميم نفسها. ايه هي عملية التصميم؟ هي عملية ابتكارية ابداعية بنخلق عن طريقها تواصل بصري. اي حاجة في الدنيا بتقوم على رسائل، عايز ابعت رسالة لشخص، عايز استقبل رسالة من شخص. كلنا عايشين هنا بمبدأ التواصل، بنبعت رسائل وبنستقبل رسائل طول اليوم طول اليوم. بتعدي على كافتيريا بتشوف يافطة بتبعت لك رسالة، بتمشي في الشارع بتشوف قطة بتبعت لك رسالة. اي حاجة في الدنيا طالما جواها طاقة، وحتى الجماد جواها طاقة على فكرة، اي حاجة في الدنيا جواها طاقة، اي حاجة مخلوقة هنا على الارض جواها طاقة، حتى حبات الرمل جواها طاقة. عشان كده طول ما انت ماشي بتبعت وبتستقبل رسائل. عملية التصميم بتقوم على ايه؟ في شخص اسمه العميل بيبقى عنده رسالة عايز يوصلها لناس تانية، بس ما ينفعش يكتبها، ما ينفعش يقول كذا كذا كذا، لا، بيوصلها في شكل تصميم جرافيكي او شكل رسم تشكيلي. مين اللي بيصمم او بينتج الرسالة دي في شكلها الجمالي او شكلها الجرافيكي؟ شخص اسمه المصمم او الديزاينر. دي عملية التصميم، عميل عنده رسالة بيروح للمصمم علشان يسوغها له في شكل بيبقى ديجيتال. احنا عارفين هتعرفوا في المحاضرة اللي هتنزل بعد دي فرق بين الديجيتال والانالوج. اي حاجة في الدنيا ملموسة اسمها انالوج، اي حاجة موجودة داخل الشاشة خدت كود باينري اسمها ديجيتال. المصمم بيعمل الشكل ده ديجيتال، تمام. بعد كده لازم الناس تانية تاخده وتطلعه لشكل انالوج اللي هي اطراف تانية، زي الراجل بتاع الطبعة. لما تعمل ديزاين سواء بانر او اعلان او اي حاجة بيروح للشخص بتاع الطبعة، لو حاجة هتتعرض على التلفزيون بيروح للشخص بتاع البث اللي المسؤول ان هو يعرضه. كل الناس دي لازم المصمم يكون حلقة الوصل بينهم. تقولي طب انا مالي، انا خلاص انا خلصت الديزاين بتاعي هسلمه للعميل وانتهى كده. لا، انتبه. الناس مثلا اللي بتعمل كتب، الناس اللي بتصمم كتاب مثلا، كان في مشكلة من كذا يوم ان في حد عمل كتاب صممه تماما، الغلاف بالكلام بكل حاجة تمام، راح للراجل بتاع المطبعة سلمه للعميل وخلاص، والمصمم طلع منها. لما جه الراجل بتاع المطبعة طبعه كان في نص بيكسل زيادة او نص سنتي زيادة، فالورق ما بقاش قد بعض. طيب كانت تتحل ازاي؟ كان المصمم ممكن يحل المشكلة دي، او يعني المصمم مع بتاع الطبعة يحلوا المشكلة دي، فبالتالي العميل هو اعتبر نفسه ان الشغل بايظ. لذلك المصمم لازم يكون على تواصل بالناس بعد كده. طبعا بعد كده المصمم لما بيشتغل 3 4 سنين وبيبقى عنده شغل كتير بيبقى زهقان، يعني مش هيقعد كل مرة يتصل يتواصل مع الناس التانية، سواء الطبعة او سواء الناس التانية اللي هتعرضه، مش هيقعد يتواصل. لكن في البداية لازم تكون متواصل مع الناس دي، لان الناس دي هتكسبك خبرة. طيب مين الناس التانية برضو؟ الناس اللي هتشوف الديزاين بتاعك او هتشوف البروجكت اللي انت عملته، دول في بدايتك لازم تكون متواصل معاهم تماما، دول اللي هيدوك فيدباك او نظريات او كلام على البروجكت بتاعك، المنتج بتاعك، لازم تكون متواصل معاهم، دول اللي هيدوك نصايح. وفي ناس بتقولك ما تسمعش نصايح ناس تانية يا عم عايزين يحبطوك. لا، هنعرف بعد كده ازاي تتعامل مع النصيحة وازاي تاخدها صح. علشان كده لازم تكون متواصل مع الناس دي، لازم تاخد منهم نصايح. ما ينفعش ابدا ان انت تقول لا انا مش هاخد نصيحة من حد، دول عايزين يحبطوني. لا، لازم تسمع النصايح من كل الناس وكلها تكتبها على ستوك نوت وتبقى قدام عينيك علشان تبتدي تطور من نفسك، والا هتفضل زي ما انت في مكانك.
بالنسبة لعملية التصميم، العميل والمصمم والأطراف الأخرى بتصنع أو بتخلق حاجة. الناتج احنا هنسميه هنا منتج، لأن احنا هنتكلم بشكل عام مش هنتكلم بشكل خاص، هنسميه منتج. طيب ايه هي برامج خلق المنتج أو صناعة المنتج؟ شركة أدوبي عندها برامج كتير، تمام، عندها مجموعة كاملة تقريبا متكاملة، يعني مش اللي هشغل عليها مش محتاجة حاجة تانية، ولكن برضو في برامج تانية، يعني في شركات تانية عاملة برامج تانية وهايلة وبتشتغل زي الفل، ولكن احنا هنتكلم هنا بس عن شركة أدوبي. بالنسبة لي انت لو هتشتغل، عايز تشتغل مثلا ايه، دعاية وإعلان، هتعمل بانر، هتعمل حاجة هتتعرض على التلفزيون زي إعلان ثابت، أي حاجة تقريبا ما فيهاش انتاج، ما فيهاش خلق من المصمم، يعني هو هيجيب كذا صورة ويقصهم ويظبطهم ويدمجهم في بعض، ده تخصص برنامج الفوتوشوب. بعد كده طب لو انا عايز ارسم، عايز اخلق، انا عايز ارسم حاجة، هروح لبرنامج الالستريتور. طب لو انا عايز اعمل مجلة، يبقى اروح برنامج الانديزاين. طيب في ناس تقولك ايه، على فكرة انا ممكن اعمل كل ده على الفوتوشوب، مش لازم اروح لبرامج تانية. اه صح، ينفع تعمل كل ده على الفوتوشوب، ينفع تعمل مجلة على الفوتوشوب، بس هتسيبها صورة صورة، المجلة 30 صورة، 40 صورة، 100 صورة، هتتسيب صورة صورة، وبعد كده تطبعهم صورة صورة، وبعد كده تتلخبط وترجع تعيد من الأول، والورقة مش قد بعض، والصور ما كانش قد بعض، والمقاسات والهيدر والفوتر، هتلخبط نفسك تماما. طب انت ليه ممكن تعمل كده، لما انت ممكن تفتح الانديزاين وتصمم المجلة كلها وتطبعها كلها مرة واحدة وكلها متناسقة وكلها زي الفل. في ناس تقولك لا بس انا بعرف ارسم على الفوتوشوب قبل ما يبقى فيه الستريتور اصلا. اه صح، ينفع تبقى ترسم على الفوتوشوب، صح، بس صعب. ليه نروح للطريق الصعب؟ ليه نروح للطريق المليان مشاكل؟ سامعين؟ معلش النت فاصل يا جماعة، فعملت ريفرش. الصوت تمام؟ تمام. نرجع تاني. طيب تمام خلاص عرفنا. البرنامج خلق المنتج. ليه ممكن تتعب نفسك في الفوتوشوب لما تروح برنامج تاني الشغل هيكون فيه اسهل؟ دي هي النظرية، يعني انا مش مع الناس اللي بتشتغل فوتوشوب اونلي بس، شغال اي حاجة تانية ابدا. في نفس الوقت مش هتقدر تشتغل حاجة تانية الا ما عندك الفوتوشوب، مش مساعدة، او مش هتعرف، بمعنى ان انت مش هتعرف تماما. لا، الفوتوشوب اسهل بكتير من البرامج التانية. ممكن انت عايز تبقى عايز ترسم، عايز تعمل اعلان مثلا، الاعلان ده فيه رسمة، الرسمة دي هتتعمل بالإليستريتور. طيب انت ليه تفضل تعمل الاعلان كله على الإليستريتور وتتعب نفسك وتاخد وقت، لان الإليستريتور ادواته كبيرة جدا وعميقة وكتير عن فوتوشوب، لما انت ممكن ترسم الرسم على الإليستريتور تطلعها بالفايل وتدخلها الفوتوشوب وتكمل باقي الاعلان. وبكده الاعلان على الفوتوشوب لو انت متدرب كتير مش هياخد منك 10 دقايق. اي حاجة تانية، حتى الناس اللي بتشتغل مثلا افتر افكتس، اوكي انت شغلك في الموشن في الافلام وكده، بس انت ساعات ممكن تبقى عايز تعمل اديت للصورة، فانت ليه تقعد تعملها على الافتر لما انت ممكن تعملها على فوتوشوب سريعا؟ هي دي الفكرة، ان فوتوشوب بيكون معاك كمساعد، وباقي البرامج كل واحد ليه تخصصه اللي هنتعامل بيه. بس دي بالنسبة للبرامج. حد عنده اي سؤال بالنسبة للبرامج؟ مستفيدين يا جماعة من الشرح؟ في مشكلة؟ لو في مشكلة ممكن أعادها. دريم ويفر ده بتاع كود، بنكتب بيه كود. لا احنا هنركز على فوتوشوب. حاضر، انا هكتب لكم بوست عن كل البرامج دي، وهنتكلم بعد كده عن تخصص كل واحد. سو ما بتعرفيش تفرقي بين البرامج، انت عايزه تعملي ايه؟ طيب مش هنتعلم كرتون، بس هعلمك ازاي تتعلم كرتون، هعلمك ازاي تتعلم ويب ديزاين،
انا لو علمتك ازاي ترسم رسم كرتون او ازاي ترسم او تعمل ويب سايت، خلاص اللي انا قلته لك وبس على كده، مش هتعرف تعمل حاجة تانية. ان انا هعلمك ازاي تتعلم، هي دي فكرة الورشة بجد، هي دي فكرة الورشة، ازاي تتعلم عشان تعرف بعد كده تكمل. طيب ايه الجديد؟ الجديد ان يا احمد هنتكلم عن UI UX. الجديد مش فاكرة مين اللي سأل، تقريبا احمد عصام. ايه الجديد في الورشة دي؟ ان انا جمعت ناس من اماكن كتير وقلت لهم تعالوا شوفوا الورشة، لان الناس دي لو كنت جبت لهم كتاب او مقال يقروه ما كانوش هيقروه. انا كتبت كتير مقالات عن الديزاين بس ما كانش في حد بيقرا، صح؟ في حد يا جماعة لو اديته مقال كبير عن الديزاين هتقرا منه وتفهم، ولا تشوف ورشة لايف احسن؟ تمام. علشان كده عملنا، انا برضو كنت عارفة ان في ناس هتقول ليه عاملين ورشة الكلام فيها مكرر. كوريدور ان ديزاين، حاضر، انا هتكلم عن البرامج. تمام. اسماء بقى انا هتكلم اسماء البرامج، هتكلم عليها في بوست لوحده بحيث كل تخصص. ايوه انا ليا دورة قبل كده عن الفوتوشوب، كانت من سنة، كانت بتشرح ادوات بس ما كانتش بتشرح اسس. طيب انا هشرحهم في بوست، في فيديو واحد، وهتكلم عنه عشان الكلام عنهم يطول. ايوه ممكن تتعلم كل البرامج، ولكن انتبه، في ناس بتنزل 3 4 برامج وتقول انا هتعلمهم كلهم، لا، ولا تقول انا هاخد كل ساعة ساعة في اليوم لكل برنامج، ابدا ما ينفعش. تتعلم برنامج واحد بس تتقنه تنقل للي بعده. تمام. لا ان شاء الله يا احمد عصام هتلاقي حاجات جديدة، و هتكلم عن حاجات كتير جديدة، UI UX، هتكلم هحاول اتكلم عن حاجات كتير جدا يعني. طيب ايوه هو اساسيات التصميم فعلا. طيب يلا نرجع لل، هو مش كلنا في نفس المستوى الكورس بالنسبة للفيديو اللي هينزل كمان شوية، واخد الناس من الصفر من قبل حتى البرامج. نرجع تاني، خلاص كفاية شات بقى، نتكلم تاني على التخصصات. في سؤال دايما الناس بتسأله، ابقى ايه؟ او طب ماشي، ده انا عايزه ابقى مصمم جرافيك، ها هبقى ايه؟ اولا كلمه مصمم جرافيك ممكن يندرج تحتها تخصصات كتير جدا 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 جدا. هتكلم عن الحاجات العامه، التصميم التجاري او تصميم الاعلانات بانواعها، سواء على التلفزيون، هتشتغل في مجله، هتشتغل في جريده، هتشتغل في شغل خاص ليك، كل ده اسمه تصميم تجاري. بعد كده عندنا فرع تاني اسمه البراندينج او الهويات الشخصية واللوجوهات، دي برضو حاجة تانية لازم تدرس نسبة ذهبية، تدرس كذا نظرية كده علشان تطلع مصمم لوجوهات. بعد كده تصميم مواقع، تصميم المواقع ده في حد ذاته حاجة كبيرة، يعني تصميم مواقع يندرج تحته 5 6 تخصصات. يعني ما ينفعش تقول انا مصمم جرافيك، طب ماشي انت مصمم جرافيك وويب ديزاينر، طب في يو اي ديزاينر، في يو اي ديفلوبر، في يو اكس ديزاينر، يو اكس ديفلوبر، في فرونت، في ديزاينر، في الكودر، كل دول تحت كلمة مصمم جرافيك. فانت ما ينفعش تقول مصمم جرافيك وتسكت، ليه؟ انت ممكن تكون مثلا يو اي ديزاينر، يو اي ده اللي بيعمل اللي بياخد السكتش من الورقة ويحولها على الفوتوشوب لشيء مرئي وبيراعي نظرية الألوان. هيجي واحد يقول لك اعمل لي سكتش، فانت ويب ديزاينر بقى بتعرف تعمل كل حاجة، اعمل لي سكتش، فتعمل له سكتش، فيطلع اليو اكس بتاع السكتش غلط، تيجي تصمم الموقع فتلاقي عندك مشاكل وتلاقيه غلط. واحد من اتنين، يا انت هتكمل وتديه الشغل ده هيقول لك انت مش قد كده، او الديزاينر نص نص، يا انت هتعتذر وهو برضو هيعتبرك مش قد المهمة. عشان كده لازم تقول تخصصك، كل ما تنزل بفرع كل ما تقول التخصص نفسه، الفرع نفسه. عندنا طبعا تصميم الاساس، الديكور الداخلي ده كله، الموشن جرافيك والالعاب، الخط العربي، طيب الجرافيك، كاليجرافي، والديجيتال ارت، كل ده يندرج تحت المصمم.
عشان كده ما تقولش انا مصمم وتسكت، عشان هتحط نفسك في مواقف وهتجيب لنفسك شغل مش قد امكانياتك، هتجيب لنفسك شغل في تخصصات اخرى. لازم تقول تخصصك اللي تحت كلمة مصمم جرافيك ايه هو. طيب، في سؤال دايما بيتسأل دايما لما كنت في DSS او في اي مكان تطوعي بننزل نوعي الناس بالجرافيك ديزاين، يسألوا نفس السؤال ده: ايه احسن تخصص او ابقى ايه؟ اولا كأنك لما تيجي تسألني ايه احسن تخصص او ابقى ايه، كأنك بتسألني الموز اصفر ولا التفاح احمر. حاجتين ملهمش علاقة ببعض، كل واحدة ليها صفاتها الخاصة ولكن ما ينفعش يتقارنوا ببعض. تمام، عشان كده لما تبقى عاوز تقارن بين حاجتين لازم تعرف انت عايز ايه، انت بتحب في ايه، انت هتبدع في ايه. ما ينفعش تقول انا عايز ابقى ديجيتال ارتست، ده انت بتعرف ترسم؟ انت حاولت ترسم؟ طب انت جربت ترسم؟ طب خدت كورسات رسم؟ طب ازاي؟ عندك تابلت؟ لا، يبقى خلاص نتغاضى عن كلمة ديجيتال. عايز تبقى ويب ديزاينر؟ ليك حمل على الانجليش، تتعلم حاجات كل يوم كل يوم بالانجليش؟ طيب عندك مشكلة في الانجليش، صلح مشكلة الانجليش بعد كده نبقى ويب ديزاينر. عايز ابقى مصمم اعلانات؟ طيب ماشي، دي اكتر حاجة فيها كورسات عربي. طب ما تشوف، شوف الكورسات. لا، هي الناس عايزة تعرف ايه احسن حاجة. كمان في سؤال بيتسأل: ايه اكتر تخصص يجيب لي فلوس؟ مفيش حاجة اسمها تخصص هيجيب فلوس. مش هتصحى الصبح تلاقي عندك بروجكت لازم تعملها فتجيب لك فلوس كتير. مفيش حاجة اسمها مين بيجيب فلوس اكتر. انت ممكن تبقى ويب ديزاينر تعمل صفحة وواحد تاني يعمل اعلان، يطلع اعلان هايل ويبقى بيتكلم مع شركة كبيرة، يقوم ياخد فلوس اكتر منك مع انه هو اعلان تافه، ده صورة وانت عملت ويب ديزاين كامل. برضو دي كل يعني على حسب اجتهاد كل واحد. مفيش حاجة بتجيب شغل اكتر من التانية، مفيش حاجة بتجيب فلوس اكتر من التانية. هتتعلم، هتشتغل، هتعمل لنفسك دعاية، هتطور نفسك، هتشتغل فريلانسر، هتجيب فلوس، هتدخل مجال لمجرد ان انت عايز تجيب فلوس، هتفشل. ليه؟ تصميم الجرافيك ده اكتر مجال في الدنيا فيه تعب، اكتر مجال في الدنيا فيه بحث، اكتر مجال في الدنيا لازم تجرب وتحاول ومرة واثنين وثلاثة وتفشل وتاخد انتقاد وتزعل وناس تضايقك وناس تعمل لك مشاكل وناس ما تديكش فلوس. عشان كده لازم تبقى حابب الحاجة اللي بتعملها عشان هتستحمل اي حاجة بتجيلك منها. لكن لو انت ما كنتش بتحب الحاجة دي فانت من اول مشكلة هتيأس وتبعد. عشان كده قبل ما تفكر في الشغل، قبل ما تفكر في الفلوس، فكر في الحاجة اللي انت بتحبها اولا، بعد كده خد الحاجة اللي انت بتحبها طورها وطلع منها فلوس. بنخلق من المهارة طريقة نجيب بيها فلوس، مش بنخلق من المجال طريقة نجيب بيها الفلوس. من المهارة طريقة فلوس، مش على طول هندخل هنلاقي فلوس. واول ما تدخل المجال ما تشتغلش. انا بلاقي مصممين كتير هم لسه في بداية طريقهم ولاقيهم بيدوروا على شغل او بيحطوا نفسهم في مواقف شغل. حاول تتعلم الاول، حاول تجرب الاول شهرين ثلاثة من التعليم المستمر، وبعد كده حط نفسك في موقف شغل عشان ما تحرجش نفسك مع حد. لو عايز تشتغل وانت مبتدئ وانت عارف نفسك مبتدئ ممكن ما تطلعش شغل تمام، واشتغل من غير فلوس، او بعد ما العميل يعجبه الشغل هو يديك الفلوس. لكن ما تحط نفسك في مسؤولية مالية وانت ممكن ما تكونش قدها، فتحرج نفسك وتجيب لنفسك مشاكل وتعطل نفسك عن التعليم. تمام، يعني انا لما كنت بشتغل فريلانسر او في مكتب الدعاية طول فترة ال3 سنين اللي انا اشتغلتهم ما اتعلمتش قد الفترة الشهرين اللي انا سبت فيها الشغل وابتديت اتعلم. بس يعني لما تركز على حاجة واحدة هيبقى احسن ليك، يا تتعلم يا تشتغل. وبعد كده لما تشتغل تبقى بروفيشنال وتشتغل، او تبقى متوسط وتشتغل، برضو لازم تبتدي تطور نفسك، وهنتكلم عن ازاي نطور نفسنا. بس ده بالنسبة للتخصصات. في حد هنا قرر هو عايز يبقى ايه؟ في حد قرر ويب؟ تمام، ويب معايا. تمام، دعاية وإعلان، كنت دعاية وإعلان. الأغلب ويب. مصمم ديكور، تدخل كلية فنون إن شاء الله.
ويب ديزاين. كل الناس اللي مقررة ويب ديزاين معايا ان شاء الله لآخر الطريق. موشن جرافيك حلو. ايوه صح ماريا بتتكلمي صح، كنت لسه هقول لازم تجرب كل حاجة وبعد كده تختار. ما ينفعش اي جي، ما ينفعش نقول حاجتين، هختار حاجة واحدة هتعلمها كويس قوي وبعد كده ادخل في التانية. لسه في مرحلة التفكير. تمام انصحكم ان فعلا ما تقرريش دلوقتي، كملي الورشة للاخر عشان تعرفي على المجالات اكتر. تصميم داخلي كلية فنون حلو، جرافيك ومونتاج حلو، UI UX designer front end developer حلو، هتفيدنا يا محمود، خليك معانا لآخر محاضرة. motion graphic حلو، لسه ما اخترتش. تمام هنتعرف بعد كده عن الاختيارات. UI اسمها user interface، تصمم ال interface، الشكل اللي انت بتشوفه اول لما تدخل لي الموقع، بيبقى عندك الصورة دي اسمها UI، والواجهة نفسها واجهة المستخدم. ايوه واجهة المستخدم راحت مني، الواجهة نفسها اسمها اليو اي، ويو اي ديزاينر هو اللي بيصمم الواجهة دي بعد ما ياخد اليو اكس من اليو اكس ديزاينر. بس هو سؤال فوتوشوب اصعب، هنتكلم ازاي نخلق فكرة، ازاي ناخد افكار. انا كنت مصممة اعلانات وحاليا بتعلم يو اي يو اكس. على فكرة الناس اللي بتختار ويب ديزاين، كلمة ويب ديزاين مش كلمة صح، اختار بقى اللي تحت، بقى تحت الويب ديزاين في 5 تخصصات، يو اكس واليو اي، وهل هتبقى ديفلوبر ديزاينر. هنتكلم في المحاضرة 5 عن الحاجات دي كلها. هو ينفع اشتغل في كذا مجال بس ادرس كل واحد صح؟ ينفع تدرس مجال وتخلصه وبعد كده تدخل المجال التاني. على فكرة يا جماعة أنا مش قادرة ألحق على الأسئلة فبالراحة. أنا اشتغلت فترة كبيرة دعاية بس حاجة فري لحاجات في الجامعة والخيرية، بس أنا حابة أتعلم ويب ديزاين. تمام حلو ويب ديزاين ماشي. أنا هنتابع الأسئلة دي بعد كده في بوست على الجروب أو في آخر المحاضرة عشان ما نتأخرش. خلاص نرجع نكمل، فاضل تقريبا نقطتين بس وهرجع للأسئلة تاني. تصميم المواد التعليمية، فكرينا اديكي كورس كويس بعد المحاضرة. طيب السؤال اللي اتسأل تقريبا 3000 مرة، يعني كل واحد سأله مرتين عشان يدينا رقم 3000، ليه اصل لازم استخدم سيسي، تحديث سيسي 2014 او 14.0.1 او 14.1.2 ولا CS6 ولا CS5 ولا CS2؟ ماشي خلينا متفقين ان اي مصمم مبدع موهوب، ركز على كلمة موهوب، هيطلع منتج من اي واحد فيهم. تمام ماشي. طيب لو هتسألني ليه سي سي، لو هنرد رد بديهي عادي مش علمي، هو لو ما كانش احسن من اللي قبله ما كانش شركة كبيرة زي ادوبي انتجته اصلا. طيب خلينا نتكلم علميا، في تحديثات كتير جدا نزلت في السي سي وفي السي اس 6 عن سي اس 5 وفي السي اس 5 عن سي اس 4. اكيد اللي كان شغال معانا على 7 او على سي اس 3 او مش نفس الجودة او نفس السرعة اللي بيشتغل فيها على سي سي. سي سي في تحديث كبير جدا للقص، للريفاين ايدج، الفلاتر الذكية، كل دي بقت اسرع. الفلاتر الذكيه زمان لما كنت تشتغل في سي اس 5 مثلا، كنت تجيب صوره تحطها تشغل عليها فلتر، الفلتر ده في كذا طبقه ورا بعض بيتحطوا على الصوره، فممكن او الاكشن بيتحطوا على الصوره ممكن يبقى 30 خطوه فوق بعض، البرنامج بيعملهم لوحده فيقفل لك اللير تماما، فلما تبقى عايز ترجع اللير الاصلي ما تقدرش. لا سي سي في حاجه اسمها فلاتر ذكيه، سمارت فلترز، لما بتعملها بتقدر تكليك يمين وتعمل ديليت فلتر فيرجع لك اللير زي ما هو زي ما كان. تعديلات في الانيميشن كبيره جدا، وفي نقطه التلاشي في layer adjustment،
التعامل مع الرسوم الثلاثية زمان ما كانش ينفع تدخل فايل 3 دي ماكس على الفوتوشوب، دلوقتي ممكن تاخد الفايل من الامتداد بتاع ال 3 دي ماكس تحطه في الفوتوشوب على طول ويشتغل تمام. لكن الناس اللي عايزة تشتغل سي اس 6 ما فيش مشكلة، الناس اللي عايزة تشتغل سي اس 5 برضو كل البرامج دي تقريبا ما فيش فرق كبير ما بينها، ولكن الفرق في الجودة في التحديث في السرعة بس. ها الناس نفتح في سؤال تاني، ايه الفرق بين الفوتوشوب والاستريتور؟ الفوتوشوب بيتعامل مع الصورة على اساس انها مكون، على اساس انها لاير، شرحتها انا في المحاضرة الفيديو اللي هتنزل بعد كده. الاستريتور بيتعامل مع كل باث على اساس ان هو شيء لوحده، يعني النقطة شيء لوحدها ممكن تحركها من مكانها، لكن الفوتوشوب بيتعامل مع اي حاجة على اللاير، نقط خطوط كلام على لاير واحد، فهو بيتعامل معاه ان هو حاجة واحدة بس كده. حاضر، انا هتكلم عن المقالات وازاي تلاقي مقالات، وازاي تلاقي مقالات بالانجليش وتحولها عربي. CS5 ينفع التحديث يا رضوى؟ كل مرة كل سنة الشركة بتنزل برنامج جديد، كل يعني كان في اول حاجة CS1 2 3 4 5 6 وبعد كده اخر واحد CC. فالافضل لو انت ما عندكيش برنامج نزلي CC. حاسة اني تايهة. مريم هتبقى متسجلة، ما تقلقيش هتبقى مسجلة هتشوفيها. اول حاجة تشتغل فوتوشوب، اتعلم فوتوشوب بعد كده اتعلم حاجة تانية. ازاي استخدم 3D هنتكلم عليها في المحاضرة رقم 6، هيبقى معانا مهندس باشمهندس سامي. مفيش فروق كتير بين CS6 و CC في الأدوات، ولكن CC يعني Creative Cloud، فبقى في إمكانية تخزين سحابي، بقى في إمكانية الرفع على طول على الموقع بتاعك، وفي إمكانية إن هو يعمل ريكفر لآخر سيف عندك. يعني ايه برمجة ويب؟ برمجة ويب الناس اللي بتكود الكود، يعني المصمم بيعمل الصورة على الفوتوشوب، بعد كده في واحد بياخد الصورة دي بيقطعها وبيديها كود معين، جافا سكريبت، HTML، CSS، PHP، ده اسمه برمج الويب. الخدع السينمائية ليها علاقة بموضوعنا؟ لا، احنا هنشرح اساسيات تصميم الجرافيك، ملهوش علاقة بالخدع السينمائية. الخدع السينمائية دي فنون تطبيقية قسم سينما. هو ازاي ابدأ في تصميم الموقع على الفوتوشوب؟ ايه الطرق او الخطوات؟ هنتكلم عن UI UX وازاي تتعلم UX صح في رقم 5. خطوات الورشة دي، خطوات الورشة دي هتلاقيها في الجروب، وكمان هي انا حاسس ان حضرتك متضايق يا احمد عصام بسبب ان انت شايف ان الكلام قديم. انا عارفه ان الكلام قديم، والكلام انا شخصيا كتبته قبل كده في مقالات في مجلات ياما، بس ما كانش فيه حد بيسمع، فانا جمعت الناس اللي مش عايزه تقرا عشان تسمع بس. هو الكلام ما فيش جديد كبير، يعني غير الحاجات اللي هتكلم عليها في اليو اكس واليو اي والمواقع بتاعه السيرش، وهنتكلم عن السيرش انجن وكده، يعني هي دي الحاجات الجديده. ممكن لينك تحميل سي سي هتلاقيه في الجروب، في الكفر بتاع الجروب بس كده. اي استفسار تاني؟ ايوه جروب الكورس اهو، ادخلي على الكفر هتلاقي كل الخطوات بتاعة تحميل البرنامج. نتكلم عن العميل. هندخل في البرنامج، اول لما نخلص النقطة بتاعة العميل هينزل الفيديو بتاع العملية. هو كان المفروض ينزل من امبارح بس حصل مشكلة في الدعم. كتاب او مرجع؟ هو انا ما قريتش كتاب واحد، هما كتب كتير، فانا ممكن ارفعهم كلهم. الفيديو هينزل امتى على اليوتيوب؟ انا بعته للأكاديمية وهما بيرفعوه دلوقتي. العفو، هنعمل ايه في الايام دي لحد ما نوصل المحاضرة اللي جاية؟ هينزل فيديو عملي وهنتكلم عنه، وهينزل توتوريال تتابعوها.
طيب بالنسبة للأكشن والفلاتر، بليز محدش يتكلم دلوقتي في الأكشن والفلاتر عشان في ناس فاهمينها فهم خاطئ تماما، وأنا وضحت في المحاضرة رقم 2 إزاي نستخدمها صح. مفيش حاجة اسمها فلتر كرتون، مفيش حاجة اسمها فلتر بيحول كرتون، مفيش حاجة اسمها أكشن بيحول كرتون. أقولك الكرتون ده حاجة تافهة أصلا. أيوة حاجة تافهة أصلا، ليه تتعلم تعمل كرتون عشان يجي واحد يقولك ممكن تحولي صورتي كرتون فيديك 10 جنيه، لما ممكن تتعلم ويب ديزاين أو موشن جرافيك ويجي واحد يقولك عايز بروجكت ويديك 500 جنيه؟ ليه تضيع وقتك في حاجة ممكن ما تكونش قد مستواك؟ والناس اللي عايزة تتعلم ترسم كرتون كرتون علشان عايزة ترسم كرتون بعد كده في ديزني مثلا، ربنا يوعدكم كلكم، لازم يبقى عندك تابلت وتكون بتعرف ترسم كويس. لكن حول صورتي كرتون وفلتر معرفش ايه وفلتر تحويل واكشن تحويل، الحاجات دي كلها غلط، لان الفلتر هو عبارة عن اضافة لير اضافة لير اضافة لير، مش فهيبوظ لك اساسا مسام الوش لو انت عايز تحول صورة حد كرتون. لو انت عايز ترسم صورة حد كرتون بالطريقة اللي هي بالبين تول المنتشرة دلوقتي دي طريقة غلط، انها مش كده، مش كده الناس اللي بترسم كرتون مش كده. هحاول، انا تخصصي مش رسم كرتون يعني، وممكن ما عشتش مع التابلت لسه فترة طويلة، لكن لو اتعلمت الكرتون هوعدكم ازاي ارسم كرتون. مدة وقت التعليم ساعة نظري وساعتين عملي، يعني 3 ساعات في اليوم، 3 ساعات في اليوم على شهر، يعني هم 5 ايام في الشهر. مش عارف انزل برنامج، الناس اللي مش عارفه تنزل برنامج في بوست اسمه بوست مشاكل انا بتابعكم فيه. بالبنتول هنتعلم البنتول، ماشي. لحد ما ما استفدتش حاجه، حاضر. تحس باحباط، اي مجال هتدخله هتحس فيه باحباط، ان احنا لسه بنتكلم نظري لسه ما اتكلمناش عملي. تمام، الناس لازم يبقى عندها تقل. نتكلم عن العميل عشان تستفادوا ازاي تتعاملوا مع العملاء. الو، تايم، في صوت؟ تمام، الفيديو هينزل بعد المحاضرة على طول. تمام، نتكلم دلوقتي عن العملاء. مين هو العميل؟ العميل ده هو الشخص اللي بيكون عنده الرسالة اللي عايز يوصلها لشخص تاني او لمجموعة ناس مستهلكين. هو اللي بيجي يطلب منك الخدمة اولا، وممكن يكون شخص واحد وممكن يكون شركة وممكن يكون مبتعث من شركة وممكن يكون مجموعة اشخاص. تمام، طيب مين محتاج التاني؟ العميل محتاج المصمم ولا المصمم محتاج العميل؟ رأيكم ايه؟ مين محتاج التاني؟ صح، الاثنين. الناس اللي قالت العميل محتاج المصمم دي اكتر ناس هتتعب في حياتها. تمام، دور متبادل، العميل بيديك المكسب المادي وانت بتديه التصميم بتاعه. لو العميل خسرك هيخسر وقت، لو انت خسرته هتخسر وقت ومكسب مادي. تمام، مفيش يعني ما تقولش لا العميل هو اللي محتاجني يبقى اتاخر عليه براحتي، مينفعش، مينفعش تقول هتاخر انا براحتي بقى، ما هو اللي محتاجني، هو اللي عايز، هو اللي شغله معايا، هو اللي شغله متوقف عليا. لا، انت كده هو ممكن يخسرك، لان هو ممكن يقول ما في مليون الف مصمم تاني، في مليون الف مصمم فريلانسر، يعني ممكن يجي يشتغل مع مصمم من كل حاجة، انتوا الاتنين محتاجين بعض. طيب نوقف علشان الصلاة ولا احنا هنكمل وبعد كده هتتسجل؟ هو مفضلش 5 دقايق.
تمام. هنتكلم عن التطوير بعدين يا جماعة، انتم مستعجلين ليه؟ بالراحة، خلينا نتكلم دلوقتي، نفهم العميل، نفهم نظام الشغل، نفهم البرنامج، بعد كده نتكلم عن التطوير. تمام. انتوا الاتنين محتاجين بعض، في بينكم مصلحة متبادلة، في حد عايز مكسب مادي وفي حد عاوز منتج، فانتوا الاتنين لازم يكون في بينكم تفاهم وتواصل عشان ما تخسروش بعض. طيب ازاي تتعامل مع العميل؟ اول حاجة لازم يبقى عندك بشاشة، ابتسامة كده، ده اول لما يدخل العميل لازم يشوفك مبتسم، لازم يشوفك مبسوط، لازم يشوفك تمام. حتى لو انت عندك مشاكل الدنيا كلها، حاول ما تبينش ده في شغلك، حاول تتعلم تفصل بين مشاعرك وبين الشغل. لازم عندك ساعة صدر كبيرة تتقبل النقد، تتقبل التغيير، ان هو ممكن يغير لك 3 4 6 7 مرات 10 مرات عشان تطلع في الاخر بشغل كويس يرضي الطرفين. لازم في تكنيك معين انا شخصيا بستخدمه وناس كتير بتستخدمه. لو انت شغال مثلا في مكتب وجالك عميل، خلي جنبك دايما سكتش وقلم رصاص، وادي الورقة للعميل والقلم وقوله ارسم انت عاوز ايه. لو انت مثلا لو هو عايز اعلان او ويب ديزاين، قوله انت عايز شكله يبقى عامل ازاي، خليه يشارك في العملية علشان هو كده هيبقى عنده ثقة فيك، ثقة في الشغل، ان اللي طالع ده هيطلع انا حاسه انا عايزه كده. فانت دايما ادي العميل فرصة ان هو يبدي رأيه، اوعى تعامل العميل بطريقة لا انت مش فاهمك في الديزاين او ده شغلي او مش ليك ان شغلك يطلع لك في الاخر، لا الطريقة دي غلط. حاول على قدر الامكان تشرك العميل في عملية التصميمية نفسها. تمام. حاول كمان ان تكون على تواصل معاه، دايما خليك على تواصل بالعميل، ما تبقاش مثلا تقول له اوكي هخلص لك الشغل بعد 3 ايام وتروح البيت تشتغل، تبتدي تشتغل وبعد 3 ايام تكلم العميل تقول له خلص لك الشغل تعال شوفه، لا حاول تبقى متصل معاه اونلاين، سواء لو ايميل او فيس او هو بيجي لك المكان، كل خطوة تعملها قول له بص الموضوع بقى زي كده. لو مثلا الموضوع فيه رسمة او فيه صورة ممكن تتركب، ركبها وقول له شايف الوضع كده تمام، يقول لك تمام كمل، ويقول لك لا الخطوة دي مش عجباني تعدلها قبل ما تنتقل. لكن لما تعمل تصميم كامل 6 7 ساعات بتعمل ديزاين وبعد كده تتعرض على العميل فيقول لك لا كله مش عاجبني، هيجيلك احباط. علشان كده حاول على طول برنت سكرين وابعت للعميل، برنت سكرين وابعت وبرنت سكرين، ما تبعتلوش الشغل الكامل البي اس دي الا لما تتأكد ان الموضوع المادي او المالي انتهى، خدت فلوسك تفضل شغلك. في نفس الوقت برنت سكرين وابعت ها في تعديل تمام كده راضي تمام، ان انت لازم تكسب رضا العميل، انت لازم تكسبه. تمام. نتكلم عن انواع العملاء. اول حاجة عندك عميل بيبقى اسمه صديق، ده نوع من انواع العملاء. الصديق ده بيبقى فاني، جاي يتكلم ويضحك وتلاقيه دايما بيتكلم ودايما مرح، والمقابلة بتاعته بتبقى سهلة تمام. وما بيكونش منظم ودايما بيديك الامان، ده حاول تطلع منه البيانات اللي انت محتاجها تمام. وبس حاول ان انت يعني ما تاخدش وتدي في الكلام كتير عشان هتضيع وقتك. اسأله الاسئلة، ها الالوان عاوزها ايه، عايز كذا، عايز شكل معين تمام، ما تفضلش ترغي كتير تمام عشان ما تضيعش وقتك وشغلك. بعد كده عندنا عميل اسمه الصامت، ده بيبقى ساكت، يقول لك عايز كذا كذا بكلمات مبتورة ويسكت، واثق من نفسه جدا وما يحبش يختلط بالمصمم، ما بيظهرش عليه انطباع. فلو جالك شخص صامت واداك كلمات مبتورة، خلي بالك ان هو الشخص ده ما بيظهرش عليه انطباع شغلك حلو عجبني او انبهار او يقولك واو تحفة، لا فلو قالك اوكي جميل او سكت ما يجيلكش احباط تمام. بعد كده عندنا الشخص الثرثار،
صح، احنا محتاجين العميل عشان نفهم دماغه ونفهم هو عايز ايه، لان هو الشغل هو طالع له. هو الشات مفتوح يا جماعة، خلي الشات مفتوح عشان الجزء ده المفروض نتكلم فيه احسن. تمام، مفتوح. بعد كده عندنا شخص عميل ثرثار. عمر جالك عميل لو انت اشتغلت قبل كده تلاقيه بيتكلم في كل حاجة؟ تلاقيه مثلا قال لك الشغل عايز كذا كذا كذا، وقلت له حاضر، وانت وقعد قدامك على المكتب وانت بتشتغل، وتلاقيه حكى لك عن ولاده والصوت شغال، تلاقيه حكى لك عن ولاده والمدرسة والمشاكل والحياة والتعب والمواصلات، وتلاقيه دخل في حوارات كتير مالكش دعوة بيها. تمام، لا ده في المستقبل لما تتعامل مع عملاء، او لو انت اتعاملت قبل كده. الشخص الثرثار ده حاول على قدر الامكان ان انت تقلل الكلام معاه. تمام، تتكلم معاه اوكي، بيقول لك موقف تضحك وتسكت. تمام، ايوه، ليه؟ علشان هو بيرغي معاك علشان يساومك ماديا، عشان خلاص انت بقى حبيبه، بقى انت حبيبنا، انت صاحبنا من 3 ساعات اللي فاتوا دول. تمام، فعشان كده الشخص ده اللي تلاقيه بيرغي كتير، اولا ده ما عندوش اهمية للوقت، ثانيا هيساومك ماديا في النهاية عشان انتوا بقيتوا صحاب، ثالثا ملوش رأي. الشخص ده لما تيجي تعمل له ديزاين مثلا، تسأله في الالوان، هتلاقيه بيقولك اي حاجة يا عم، ذوقك وما اعرفش ايه والكلام ده، ملوش رأي. فانت حاول تقلل الاسئلة مع الشخص الثرثار. الشخص الصديق او الصامت تتكلم معاه، لكن الثرثار ده حاول تقلل الكلام، تقلل الأسئلة عشان هيقعد يرغي. تمام، أيوة، لازم تختار الشغل اللي بيجي لك، مش أي شغل يجي لك تاخده، مش أي شغل يجي لنا ناخده. ممكن يبقى حد طالب منك شغل أقل من مستواك أو شغل أكبر من مستواك. تمام، ماذا أفعل مع العميل الذي يريد أن يرى العمل كل حين؟ بالعكس، هو أصلا أنت لازم زي ما قلت من شوية كل شوية برينت سكرين وتوريه الشغل، بس كل ما توصل حاجة مرضية يعني. تمام، أنا هرد على الأسئلة على فكرة بعد شوية بعد ما أخلص بس العملاء. بعد كده الشخص خشن المعاملة، بيجيلك شخص مغرور، شايف نفسه، شايف أن أنت ما بتعملش حاجة جديدة. ايوة، ايه اللي بتعمله يعني؟ انت بتعمل ديزاين، ايه المشكلة يعني؟ سهل يتعمل في ساعتين. طبعا هو مش بقى فاهم التعب اللي احنا بنتعبه في ان احنا ننتج. دايما بيتنرفز بسرعة، دايما شايف ان انت ما بتعملش شغلك على اكمل وجه، دايما شايف ان انت بتاخد فلوس اكتر من ما انت تستاهل، دايما شايف ان شغلك تافه وان هو بيفهم اكتر منك. الشخص ده لو جالك واحد من اتنين، عايز تقبل الشغل معاه تستحمل للآخر، يبقى لازم تبقى هادي في تصرفاتك وفي ردود فعلك. لازم تطلعه على كل خطوة أول بأول، وتاخد منه الألوان والشكل اللي هو عايزها من الأول، علشان ما يقولكش لا مش ده الشكل اللي أنا كنت عايزه. أو ممكن يقولك أوكي صح، شغلك حلو، بس مش ده اللي أنا عايزه، غلط برضو، مش هاخده، هتعملي اللي انا عايزه، او يخليك تعيد الشغل من الاول. فعشان الشخص ده حتى لو قالك حاجة غلط اعملها له، وبعد ما تعملها له قول له بص، اللون ده مع اللون ده ما ينفعش، نظريا ما ينفعش، الشكل ده هنا ما ينفعش، ده لازم يكون هنا، بهدوء كده. عشان الشخص ده لو اتنرفزت عليه هيقولك انت شغال بفلوسي، انت بتعمل ايه يعني، دي مش صنعة، هيقعد يكلمك كده بالطريقة دي. بعد كده عندنا شخص متردد. الشخص ده ما بيبقالوش رأي واضح، يعني صعب ياخد قراره، هو مش عارف هو عايز، انا عايز اعلان للمحل بتاعي بس مش عارف عايزه ايه، مش عارف الالوان بتاعته عايزه ايه. دايما تلاقيه قلقان، طب انت هتخلص الشغل امتى؟ طب اكيد، طب هستلمه منك امتى؟ طب هتسلمه لي كامل ولا لا؟ طب الالوان، دايما هتلاقيه مش عارف هو عايز ايه، وتلاقيه دايما متردد. الشخص ده لازم تكسبه، لان ده هيكون عميلك. تمام، الشخص ده لازم تفكر له، ده انت يعني قبل كده احنا كنا بناخد الفكرة من العميل، لا، الشخص المتردد او اللي مش واثق في نفسه انت لازم تفكر له.
تمام. بعد كده لازم تسأله أسئلة على طول، عايز الألوان ازاي، لازم تديه إحساس بالأمان عشان الشخص ده هو اللي هيبقى يجيلك كل يوم بقى، تمام. بعد كده آخر واحد عندنا الإيجابي، العميل اللي زي ما بيقولوا الكامل المتكامل، اللي هو بيكون جد جدا، صريح، متحمس، عنده أسئلة كتير، بس في نفس الوقت بيسمعك باهتمام، بيتفاوض معاك، ودايما دماغه شغالة، بينتج، بيجيب لك أفكار. الشخص ده تحاول تستفيد منه قدر الإمكان، وتحاول برضو تكسبه عشان ده برضو زي المتردد هيكون عميلك للأبد. تحاول تكسبه، تحاول تاخد من أفكاره، لأن الشخص ده بيكون عنده جاي عارف هو عايز ايه وظابطها كويس ومفكر فيها كذا مرة قبل كده، تمام. دي أنواع العملاء، لازم يبقى عندك سعة صدر، مودة، لازم تحترم العميل، اوعى تحاول تقلل من العميل او تقوله انت مش فاهمك او تقوله ده شغل، حاول يبقى في حلقة وصل ما بينكم، ودايما يبقى معاك سكتش وقلم وتقول للعميل انت عاوز ايه وانا هخلق لك اللي انت عايزه، هطلع لك اللي انت عايزه بالظبط عشان يحس معاك بالامان، عشان انت لازم تكسب العملاء، عشان انت زي ما هم محتاجينك انت محتاجهم. بس ده بالنسبة للعميل. في ناس استفادت لحد دلوقتي ولا كله ما استفادش؟ تمام، الحمد لله ان في ناس مستفادة. احمد عصام استفاد الحمد لله. تمام، لا ده لسه ما خلصش، فيه اخر نقطة، بس اخر سلايد ده نقطة النهاية. طيب عرفتوا تتعاملوا الكلام موجه للناس اللي لسه داخل المجال او الناس اللي بتقدر تشتغل، تمام. لا هو اسراء، ما انتي حاولي ان انتي ايه ما تديهوش مثلا، مش كل ما تكتبي كلمة تصوريها للعميل، لا مثلا الاعلان ده هيبقى فيه فوتو مونوبليت على الجنب، وهيبقى فيه كلام هيترتب، وهيبقى فيه ارقام تليفونات، عملتي الصورة اللي على الجنب، روحي للعميل، ها تمام راضي عن الصورة، تمام، اكتبي الكلام، راضي عن الخط وتوضيب الكلام، ودايما لما تتكلموا في الخطوط، لان مش كل الخطوط هتعجب كل العملاء، فانت اقول له شايف الخط ده انا ممكن اغيره لو عايز تغيره، انا عندي خطوط كتير مثلا كده، خلي دايما في حلقة وصل، ما تروحلوش كل ثانية، بس في نفس الوقت ما تبعدش عنه كتير، تمام. تصميم على تنمية بشرية على تسويق، ايوه فعلا دي دراستي، تصميم تنمية بشرية وتسويق، انا اتعاملت مع انواع العملاء بالتسويق، وبجد صح بجد انك تبقى عارفة كل عميل تتعاملي معاه ازاي، عشان ممكن تخسر عميل ممكن تكسب عميل. اي اسئلة تانية؟ في اسئلة عن العملاء، خلينا قبل ما ندخل على تأثير التصميم الجرافيكي نتكلم عن العملاء، في اسئلة؟ في مشكلة في الصوت يا جماعة، كلكم سامعيني؟ تمام. العميل ساعات بيقفش في شوية حاجات، صح، العميل ممكن يختار لون أخضر مع أصفر، ممكن يختار لون أخضر مع أحمر، ممكن يختار لونين ملهمش علاقة ببعض، ممكن يختار ترتيب ملوش علاقة بالأساسيات اللي احنا اتعلمناها. طيب نعمل ايه لو العميل طلب مننا حاجة غلط او حاجة احنا شايفين انها مش تبع الأسس، تعمل ايه؟ اول حاجة في قاعدتين، اول قاعدة بتقولك العميل دايما على الحق، تاني قاعدة بتقولك اذا اخطأ العميل فارجع الى القاعدة الاولى. القاعدة دي تاخدها في اي مجال في حياتك، تسويق، تنمية بشرية، تدريب، حسابات ومعلومات، هندسة، اي
مكان في الدنيا فيه عملاء لازم تعرف ان العميل دايما على حق. طيب لو العميل غلط حاول توضح له الصح، قبله اوكي، ما قبلوش ولقيت ان هالتنشن وهو عايزه كده وخلاص، اعمله له زي ما هو ان هو شايفه احسن. هو مثلا لو عايز بنا المطعم مثلا، هو شايف ان ده هيتناسق مع مع المطعم بتاعه. مثلا لو حد عايز ويب ديزاين، هو شايف ان لو ويب ديزاين مثلا لشركة سيارات، هو المبتعث من الشركة عارف ان ده اللون ده هيبقى متناسب اكتر مثلا. فما تحاولش ان انت تشد معاه، حاول اول حاجة تقوله والله الموضوع كده 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 تمام اوكي عدل، مش تمام خلاص خليها له زي ما هي. حاول ما تخسرش عملاء بالذات في بداية طريقك، حتى لو خسرت الشغل حاول ما تخسرش العميل نفسه. يعني انا زمان اول ما ابتديت كنت بتوتر كتير وبتضايق كتير وممكن انفعل، بعد كده عرفت لا احنا لازم نكون هاديين عشان ده شغلنا. مثلا لو انت بتشتغل فريلانسر ده دخلك المادي، تمام تمام نتكلم عن مدى تأثير التصميم. في حد اولا عنده مشكلة مع الانفعال، اللي عنده مشكلة مع الانفعال انا هديه محاضرة تنمية بشرية أمسية تخلصه من مشكلة الانفعال بقى بعد كده. حاجة ملهاش علاقة بالكورس ولكن حاجة هتساعدك تتعامل مع الناس كويس. مدى تأثير التصميم الجرافيكي، التصميم الجرافيكي ده داخل في كل حاجة. لو انت بتعمل ديزاين غرفتك فانت كده مصمم او ديزاينر، لو انت بتختار ديزاين اي حاجة في الدنيا فانت كده، لو انت بتختار لونين على بعض فانت كده ديزاينر، تمام. ممكن مش ديزاينر بمعنى الكلمة كاملة ولكن انت اسمك مصمم، صممت. علشان كده التصميم داخل في كل حاجة تقريبا، في حاجة ما فيهاش حتى شركات السيارات مثلا. لا شركات السيارات اساسا لازم يبقى فيها مصمم يصمم لهم الهيكل. شركات مثلا ايه الشبكات مثلا ممكن ما يبقاش فيهم جرافيك ديزاينر بالمعنى الواضح، ولكن فيها شخص خاص بالدعاية والإعلان مصمم جرافيك، تمام. فلازم يبقى دايما في مصمم جرافيك في كل مكان. طيب التصميم هو أول رسالة بيتلقاها المستهلك عن المنتج، زي إعلان في جريدة الوسيط مش زي إعلان في الأهرام، ولما تاكل في محل على الناصية مش زي لما تاكل مثلا في الفور سيزون، تمام. وإعلان دي مش زي إعلان دي، تمام. هو ده الفرق بين التصميم اللي معمول له إعلان كويس وبين إعلان مش مستوفي شروط التصميم، تمام. معلش شهاب افتح افتح الشات لأن الجزء ده لازم نبقى نتكلم فيه، بس الناس تتكلم على قد السؤال والجواب بس، ماشي تمام. لو جينا نتكلم مثلا في مثال زي منتج دال مثلا، المنتج ده انت شفته محطوط في ورقة إعلانات، ورق جرايد لونه أصفر، صورة مقصوصة أي كلام، كلام مترتب بأي طريقة، وقررت من قبل ما تقرأ بيانات المنتج الغذائي ده إنك ما تاكلوش أبدا، تمام؟ صح، حصل معاكوا قبل كده إن انتوا مسكتوا إعلان لحاجة وقررتوا إن انتوا ما تاكلوهاش، أو قررتوا إن انتوا ما تروحوش المكان ده أبدا من الإعلان بتاعه من بس من مجرد اليافطة أو الإعلان. انا شخصيا دايما بعمل كده، انا دايما ببص للحاجة من نظرة تقنية او نظرة فنية، فبحكم على اي حاجة من نظرة فنية يعني. ايوه صح، اه صح اهو، انت اللي حكمت. طالما التصميم تعبان يبقى المنتج مش كويس، ليه مش متعوب عليه. طيب منتج الف مثلا، منتج الف في منطقة زي المهندسين، بانر كبير متعلق في إضاءة، الصور مقصوصة تمام، الكلام مترتب، إضاءة شادوز كل ده تمام. فقررت ان انت من قبل ما تقرأ بيانات المنتج ده ان انت تشتري. حصل قبل كده ان انت عايز تدخل مكان لمجرد
الاعلان بتاعه ابهرك وجذبك، او عايز تاكل حاجة لمجرد ان الاعلان بتاعها رائع؟ حصلت قبل كده، انت اللي حكمت اهو من اعلان على المنتج، هل هو متعوب عليه ولا مش متعوب عليه؟ صح، هي دي الفرق بين منتج معمول له دعاية كويسة ومنتج معمول له دعاية نص نص، او مش مبهرة بالمعنى، او دون المستوى، من غير مستوفية الشروط. هو ده الفرق بين تصميم متعوب عليه او تصميم اتعمل اي كلام باي طريقة، في المصمم اللي عمله ما استوفاش الشروط، فهو ده جذب المستهلك. عشان كده لو انت كمصمم، الناس اللي هتكمل دعاية واعلان لازم تبقى عارف تماما ان نجاح اي منتج في الدنيا، او الناس اللي معانا تسويق او في تجارة او في اي حتة، لازم تعرف ان نجاح اي منتج في الدنيا يعتمد على رقم 1 الشكل الخارجي، رقم 2 الاعلان بتاعه، رقم 3 المكان اللي هيتعمل فيه الاعلان. اعلان على قناة NBC مش زي اعلان على قناة تميمة، تمام؟ برضو دي تفرق، لو منتج هنا ومنتج هنا، فاكيد لمجرد هو مش صيت ولا غنى زي ما بيقولوا، ولكن انت هتبقى عايز المنتج اللي هناك، لان انت عارف ان ده التعب عليه، ده على الاقل 15,000 14,000 اتبس للاعلان، فانت بتبقى عارف ان ده معمول بضمير. ناخد مثال مثلا، زي ايه؟ علبة الحليب مثلا. علبة الحليب مثلا، لو انت شخص هتشتري منتج غذائي زي علبة الحليب، هتشتريها ليه؟ علشان طعمها حلو ولا عشان شكلها جذبك؟ تمام، نشوف ازاي. اول حاجة لما تروح السوبر ماركت هتبص مثلا على الاعلانات، هتشوف اعلانين، واحد يجذبك فتروح تبص على المنتج بتاعه. تاني خطوة، الشكل الخارجي للتصميم الخارجي للعلبة، تمام. تالت حاجة، اليو اكس بتاع العلبة، user experience، هل العلبة دي سهلة الفتح، سهلة الاستخدام ولا صعبة؟ تالت حاجة الغلاف بتاع العلبة. بعد كده هتشتريها، وبعدين هتقرر اذا كان طعمها حلو ولا وحش، صح؟ يبقى المنتج مش في جودته فقط، او المبيعات ما بنحصلهاش من الجودة فقط، لا، بنحصلها كمان من الاعلان، بنحصلها كمان من الشكل الخارجي. يبقى عايزين مصمم جرافيك، يبقى اي شركة حليب في الدنيا دلوقتي محتاجة معاها مصمم جرافيك، تمام. تاني نقطة، لو رحت مثلا الاعلان مش مظبوط، شكل العلبة لا مش عاجبك، صعبة، الالوان بتاعتها كئيبة، الالوان كمان يا جماعة عليها دور، الالوان كئيبة، فقررت ان المنتج ده مش متعوب عليه، وان المنتج ده انا مش هشتريه ابدا قبل ما تدوق طعمه، مع ان طعمه ممكن يبقى تمام وكويس قوي، بس انت قررت من بره ان انت حتى ما تبصش هناك، تبص كده نفسك تتضايق، الالوان كئيبة، الديزاين غلط، في حاجة مش مظبوطة، في حد زيي بيعمل زي كده، ولا هو انا بس؟ انا شخصيا بحكم على حاجة من الديزاين الخارجي مبدئيا، يعني طالما الديزاين متعوب عليه يبقى المنتج متعوب عليه. افتح الشات يا شهاب. كل الناس اهي بتتكلم على الديزاين الخارجي. شفتوا اهمية مصمم الجرافيك؟ لا، هو مش مظاهر، خلي بالك، هو مش مظاهر، مش مظهر خارجي، ولكن اللي بره بيدل على جوه. ما هو انت لو مش تعب في الاعلان، لو انت الورق بتاع الاعلان جايبه وحش، فانت اكيد الورقة اللي انت عامل بيها علبة الحليب وحشة، فانا ازاي هشرب من حاجة انت مش تعب على العلبة اللي بتحفظها فيها؟ صح، الشركة المحترمة هتعمل شغل كويس من البداية للنهاية، من اول ديزاين، مش هتخسر حاجة لما تجيب ديزاينر، مش هتدي فلوس كتير يعني لما هيعمل لك ديزاين كويس، ما تستخسرش. ينطبق كمان على بني ادمين عادي، ممكن تلاقي ناس ما بتهتمش بلبسها بس تكون ناس كويسة، بس برضو الاهتمام ضروري. عصبي جدا مع العملاء؟ لا، لازم تهدى.
هديكوا أمسية دلوقتي عن ازاي تسيطر على أعصابك. جميل، لازم تهدى. باقي أنواع العملاء، حاضر، أنا هنزلهم في مقال كده شرح بسيط على الجروب. الانطباع الأول بيتاخد من الشكل الداخلي الخارجي، صح، وبعد كده بتقرر تكمل أو ترجع. الورشة تخلص امتى؟ احمد عصام متضايق من بداية الكورس. ها خلاص خلصنا. انا معايا اكتر من 50 عميل ومش عارف اتعامل معاهم عشان الوقت. انا بقالي قد ايه، انا بشتغل من 3 سنين في دعاية، ومن تقريبا من نص سنة كده سبت الدعاية والاعلان بسبب الكلية، وقررت ان انا اكمل في الويب ديزاين. تمام. سبت الدعاية والإعلان ليه؟ لأن أنا أساسا في كلية حاسبات ومعلومات، ف برمجة وكده، فالأفضل إن أنا أخد الويب ديزاين بحيث إن هو يبقى متكاملة. وهو ده، لا هو مفيش حاجة اسمها أنهي أحلى، الدعاية والإعلان. في نقطة اسمها إزاي تصوغ مهارتك وموهبتك في خدمة شغلك. الناس اللي دخلت كلية غصب عنها، في حد هنا دخل في حد هنا دخل كلية مش عاجباه؟ تمام. ناس دخلت كلية مش عاجباه. المحاضرة هتتسجل وهتتعاد. حاضر. ايوه انا في حاسبات، انا كنت عايزة فنون تطبيقية ودخلت حاسبات. ففي حاجة بروجكت او مشروع اسمه كيف تطور موهبتك في خدمة مجالك، خدمة القدر اللي انت فيه. فعشان كده انا انا بعرف اعمل ديزاين، او انا بعرف اصمم حاجة، طب ليه انا ما اخدمش حاجة اخدمها في حاسبات؟ يعني ويب ديزاين حاجة مشتركة، انا محتاجة ديزاين ومحتاجة كود، فبتعلم الكود وبتعلم في نفس الوقت ويب ديزاين، فكده شغلتهم مع بعض. الموضوع الكتاب، النقطة اللي انا بتكلم عليها في كتاب اسمه المواهب لدكتور امين صبري، هتلاقوه في اي مكتبة كتاب رخيص، وبيعلمك ازاي تخترع او تطور موهبتك، تكتشفها وتطورها في خدمة مجالك. ازاي تطور موهبتي في خدمة مجالي؟ ايه هو مجالك وايه هي موهبتك؟ طيب كتب او فيديوهات من خلالها اتعلمت. انا اتعلمت من ناس شخصيا، واتعلمت من كتب وفيديوهات كلها موجودة على النت، حاضر هنزلها. صح. صح. بالنسبة للناس اللي كانت في البداية متضايقة من المحاضرة نظري، مش هتعرف قيمة الكلام ده الا لما تبقى بروفيشنال فعلا. لا ما فيش حاجة مهمة، بس انا سجلتها عموما. يعني انا دبلوم وشغال ديكورات وساعات بستعين بالتصميم. اهو اهو انسان اهو طور، وليد طور موهبته في خدمة. اتعلمت الدعاية والاعلام في قد ايه؟ الدعاية والاعلام ما اتعلمتهاش في وقت معين، ان انا بجرافيك يعني بشتغل على الفوتوشوب من وانا صغيرة، ولكن الدعاية والاعلام ما فيهاش حاجة، يعني هي اسهل حاجة، واتعلمتها من التعامل مع العملاء. انا طالب حاسبات ومعلومات وبحب ديزاين، هل لو اتعلمت ديزاين يتعارض مع الجامعة؟ لا ابدا، انا في حاسبات ومعلومات وبتعلم ديزاين، وممكن تبقى ويب ديزاينر او ابلكيشن ديزاينر. مين اكتر واحد تأثرت فيه؟ خالي هو اللي ساعدني بصراحة، هو اللي ساعدني ووصلني للمرحلة اللي انا فيها، هو اللي دايما كان بيشجعني. انا دبلوم وشغال دعاية واعلان. خالي انت يا سامر. انا دبلوم دعاية وشغال دعاية واعلان و3D وموديلنج. انا خايفة قوي ما اكونش ناجحة. تمام صح، اهو دبلوم وشغال حاجة تانية. انا خايفة قوي ما اكونش ناجحة في فوتوشوب. مفيش حد مش ناجح، لازم هتبقي ناجحة في حاجة، ما تقلقيش، بس هو بالتدريب. وخليكي معايا، انا هفضل معاكم. انا ممكن دلوقتي يا جماعة ما بكونش موجودة على الجروب، ممكن بالراحة، حاضر هجاوب بالراحة. ممكن الاقي ما بقاش موجودة 24 ساعة على الجروب، ولكن اللي بيعمل تاج برد عليه بتابعه. يعني الناس، ممكن الناس اللي انا رديت عليها ممكن تقول يعني انا برد ان شاء الله على كل. كيف نتعلم تصميم اعلانات او كتب او فيديوهات؟ اول حاجة تكمل الورشة دي عشان تتعلم ازاي تستخدم الادوات. تمام. تاني حاجة، في نهاية الورشة لكل هعمل حقيبة تدريبية كده لكل تخصص. تمام.
هعمل حقيبة تدريبية لكل تخصص اعلان، تاخد تقرأ الكتاب ده وبعد كده تاخد الكورس ده وكده، وكورس اغلبها بفلوس انا هوفرها مجانية لأي حد حاول، يعني لو حد عنده دلوقتي كورس بفلوس مش عارف يجيبه يجيبهولي وانا هجيبهوله مجاني، او لو مش عارف ينزله مباشر يجيبهولي وانا هجيبهوله تورنت. لازم زي ما حكيت حضرتك نتعلم على البرامج بإتقان ثم صح. اول حاجة اتعلم البرنامج الادوات صح في الورشة دي، تاني حاجة اعمل التدريبات اللي هنزلها على الجروب صح، تالت حاجة ابتدي اشوف محاضرات اجنبية. تقولي مشكلة الانجليش، اقولك انا اول لما ابتديت اتعلم من محاضرات اجنبية ما كنتش بعرف اي كلمة بالانجليش وما كنتش فاهمة كلامهم، انا كنت بشوف هو بيعمل ايه فبحاول اعمل زيه، فبعد كده افهم هو عمل كده ليه. بعد كده لقيت ان الانجليش اتطور بكتر ما انا حضرت محاضرات، فالانجليش مشكلة كده. تطور موهبتك وتثقل الموهبة. المرة الجاية نفس الميعاد، النهاردة هيكون أيوة الأسبوع الجاي يوم الأحد الساعة 8، وحاول أعمل محاضرتين في الأسبوع علشان الناس اللي معترضة على طول الورشة. خلينا نتكلم في نقطة النهاية عشان نختم التسجيل وبعد كده نرجع نرد على الأسئلة. نقطة النهاية هي اللي بيجي المصمم عندها يقول أنا أحسن مصمم في الدنيا. لما تقول انا افضل او انا احسن او انا وصلت للمرحلة التمام، اعتبر هنا انك وصلت لنقطة النهاية خلاص، انت مش هتبقى مصمم كويس ابدا، ان انت طالما توقفت عن التدريب والتطوير فانت هتخسر عملاء لان شغلك قديم، ولو انت توقفت عن التدريب وتشوف دروس مهارتك هتخسر جزء من المهارة. لازم تتابع، مفيش حاجة اسمها افضل مصمم، مهما فضلت تتدرب مفيش حاجة اسمها افضل مصمم، لان المجال الجرافيك مفيهوش مقارنة زي ما قلنا، برامج كتير تخصصات كتير، فما ينفعش اقول الموز اصفر ولا التفاح احمر، ما ينفعش اقارن بين حاجتين ملهمش علاقة ببعض. تمام، فما تقولش انا عايز اوصل ازاي اوصل بروفيشنال او ازاي ابقى احسن مصمم او ازاي اكون كويس او ازاي هنا اوقف، لا لازم تتدرب على طول على طول على طول. في تشبيه كده انا دايما بستخدمه للطلاب في التدريب، الجرافيك ديزاين ده بحر كبير وعميق وانت غرقان فيه ومضطر تدور على خشب علشان تبني سفينة توصلك لبر ملوش وجود. يعني ايه؟ يعني الجرافيك ديزاين ده مليان تخصصات كتير جدا زي البحر بالظبط، وعميقة وكبيرة واسع، وانت او طالما انت قررت تدخل البحر ده بنفسك استحمل بقى، هتقعد تدور على خشب. ايه الخشب ده؟ الكورسات، التدريبات، الدروس، الورش العمل اللي هتحضرها، التجربة مع العملاء، التجربة مع العملاء نفسها مهارة انك تعمل كذا حاجة. ساعات بيجيلي عميل بيخليني اكتشف اداة او شيء انا ما كنتش قبل كده بستخدمه. طيب هنبني السفينة اللي احنا هنوصل بيها لبر ملوش وجود. ليه ملوش وجود؟ لان مفيش نهاية للتصميم، مفيش احسن مصمم. حتى مارتن المشهور او الناس المشهورة كتير العرب بدون ذكر اسامي ما وصلتش لسه للمرحلة اللي تقول عندها ستوب، لا لازم تطور نفسك. طب ايه فايدة ان انا ابني سفينة طالما انا مش هوصل لبر؟ فايدة ان انت مبدئيا قبل كده كنت غرقان، دلوقتي انت واقف على اساس على سفينة. هو ده بالظبط ازاي تبقى احسن مصمم جرافيك او ازاي تدخل مجال جرافيك ديزاين. بس وبكده تكون خلصت اللقاء النهاردة. وافتح الشات يا شهاب نشوف رأي الناس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. انا حاولت مبدئيا هنا ان انا ما اقولش حاجة عملية، احنا كل ده بنتكلم نظري يا جماعة، العملي بينزل بعد المحاضرة النظري. بالنسبة بس هجاوب على سؤال قبل ما الناس تسأل، انا استفدت ايه من المحاضرة او ليه بنتكلم نظري او الكلام ده ملوش علاقة في التصميم؟ لما تبقى بروفيشنال هتتعلم الكلام ده وهتقول يا ريتني انا اتعلمته من زمان. انا شخصيا انا اتعلمت الكلام ده من يمكن من قريب، يمكن في السنتين الاول اللي انا كنت بشتغلهم دعايه واعلان كنت بشتغل زي اي حد في الدنيا تقليدي، ولكن لما عرفت الاسس دي وازاي اتعامل مع العميل، ازاي اتعامل مع الالوان، ازاي اشوف التصاميم، ازاي اتعامل مع زمايلي، ازاي اتعامل مع النقد، كل دي ممكن تبقى تنميه بشريه بس هتفيدك جدا كمصمم. لذلك
احرص ان انت تستفيد من البيانات دي او المعلومات اللي قلناها دي، وما تقولش انا استفدت ايه او ده نظري او معرفش ايه. لا، الكلام ده هتعرف قيمته زي ما حد قال من شوية، هتعرف قيمته لما تبقى مصمم كبير. بس اتمنى فعلا ان انا اكون وصلت المعلومة بطريقة صح، والتدريب الصوت يكون اغنانا عن لغة الجسد والتواصل المرئي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. في حد عنده اسئلة او تعليق؟ افتح الشات يا شاب. افضل برامج دي بالتدريب، اول حاجه فوتوشوب، بعد كده شوف انت عايز ترسم روح الستريتور، عايز تعمل تشتغل في مجال المجلات او كده او الكتب روح ان ديزاين، عايز تشتغل مثلا ايه افتر افكت، لان انت لو هتستخدم افلام كده. ربنا يخليك يا بسمه. تصميم مواقع محاضره رقم 5. لا، ال TIF، اللحظة اللي بيعمل كارت سيبه TIF، ممكن تسيبه PSD وتديهولهم، عشان برضو لو هم عندهم مشكلة او هيستعملوه بحاجة معينة، لكن ال GPG هتقلل منه. TIF نزلنا البرامج اللي قلت عليها جروب. حاضر. الناس المستعجلة فعلا، الناس مستعجلة جدا، بس بالراحة واحدة واحدة. يلا، ها في أسئلة تانية؟ أيوة، الصورة اللي هنعملها بالماوس. حاضر، في درس البنتول. طيب، في كورسات، أنا هحاول أجمع الكورسات دي وأديها لكم في آخر محاضرة من الورشة، لكن أنا عارفة إن أنا لو اديتها دلوقتي الناس هتقعد تحملها وتنشغل بيها وتنشغل عن الاستفادة من الورشة، وبالتالي لو أنت معرفتش إزاي تقنية التعليم أو إزاي تتعلم، فأنت مش هتعرف تستخدم الكورسات دي. تخرج معهد او مكان في مصر، كلية الفنون التطبيقية حلوان والقاهرة، معهد الفنون التطبيقية في التجمع السابع، ودي مصاريفها بتبقى من 5000 ل 7000. معهد، في معهد تاني في، مش فاكرة المكان، بس ممكن اقولك هما 4 معهدين وجامعتين. من هنا المحاضرة الجاية دلوقتي هينزل فيديو عملي تنزليه يا ماريا، وبعد كده تشوفي وتطبقي. نعمل ايه يوميا عشان نطور من نفسنا؟ تشوفي التدريبات اللي هننزلها على الجروب يا محمد. بس فين راح تنزلي عملي في ال اه في سوري آه في دمياط، ما اعرفش لو في بنها، بس في كلية الفنون التطبيقية في دمياط. لا، ماشي، انت منزل صح، انا اللي مدياك الكورسات منهم. حاول ما تنزلش كورسات كتير، ان انتوا لما بتنزلوا كورسات كتير كورسات كتير مش هتستفادوا، كتر يعني كتر المصادر هيشتتك صح، ما استفدتش منهم عشان انت غير ما نظمتش نفسك فيهم. فواحدة واحدة. صحيح، نتدرب في الاسبوع ده ونعمل ايه في الفيديوهات؟ اول حاجة تشوفي الفيديو العملي، وبعد كده تبتدي تتدربي على البرنامج. سي سي لا يليق بشركة أدوبي، انتقدوا ناس كتير. أنا شايفة الناس اللي بتنتقد مع احترامي ليهم جميعا، انتقادهم ده ملوش وجهة نظر. أنا شايفة ان سي سي من أفضل الأشياء اللي نزلت. شركة كبيرة زي شركة أدوبي أكيد فيها مفكر وفيها شخص دعم واتخاذ القرار، يقدر ياخد قرار هل المنتج اللي نزل ده صح ولا غلط، هل المنتج اللي ده هيحل مشاكل ولا في مشاكل. ممكن الناس اللي بتنتقد سي سي او شايفه ان هو غلط مبدئيا علشان اسمه، ثانيا علشان هو ممكن يعمل كراش ويقفل، بس خلي بالك لو انت عامل سيف از هيرجعك لاخر سيف انت عملته، فعشان كده لو انت بتشتغل سي سي دايما اعمل سيف، تمام؟ وكل خطوة تعملها اعمل كنترول اس كنترول اس كنترول اس، فبكده انت لما البرنامج يعمل كراش او يقف منك
هتلاقي اخر تحديث موجود زي ما هو، واي حد شغال في اي حاجة يسيب اول ما تعمل الصورة، اول لما تفتحها اعمل سيف از بي اس دي، حطها في مكان كل خطوة تعملها كنترول اس كنترول اس كنترول اس، عشان الكهرباء قطعت مشاكل اي حاجة حصلت تبقى في السيف سايد. ازاي اوفق بين حاسبات والجرافيك؟ خلينا نجاوب على الاسئلة دي وبعد كده نروح تاني للاسئلة الجديدة. حاسبات وجرافيك، انا في حاسبات، في الصيف بتعلم الجرافيك تمام، في الشتاء او في الجامعة بركز على الكود. انتي شوفي انتي في حاسبات عايزة تكملي ايه، عندك ويب ديزاين، عندك برمجة الويب، وعندك برمجة الابليكيشنز، وعندك كمان برمجة الشبكات، وفي حاجات تانية في التخصصات التانية. عشان كده شوفي لو انت عايزة تتعلمي تصممي ابليكيشن، فانت هتشوفي عايزة اندرويد ولا عايزة اي او اس، كل واحدة فيهم لغة خاصة بيها. اخترتي اندرويد مثلا، هتسيرشي على حاجة اسمها يو اكس ديزاين فور اندرويد ابليكيشن، وتتعلمي اليو اكس ديزاين بتاع الاندرويد ابليكيشن، وتتعلمي البرمجة بتاعة الابليكيشن. فكده انتي خدمتي الجرافيك في خدمة حاسبات. عايزة مثلا تبقي ويب ديزاينر، تتعلمي اليو اكس بتاع الديزاين بتاع الويب، وفي نفس الوقت تتعلمي الكود من حاسبات. فانتي طلعتي شخص مزيج ما بين جرافيك ديزاينر او ويب ديزاينر او ويب ديفلوبر اللي هو بيكتب الكود، او الكودر اللي بيكتب الكود عموما يعني. بعد كده عندنا حلوان الكلية الأم، صح. في أسئلة؟ مفيش تجمع سابع، هو هما ستة تمام، خمسة أنا هشرحهم، الستة المفروض يبقى معانا حد هيشرح ايدنتي أو هيشرح 3D، والسابعة ممكن يجي تاني يشرح 3D لو الناس اللي عايزة تكمل معاه تكمل، لكن مش الناس اللي مش عايزة تكمل 3D ما تكملش. هيبقى معانا سامي إن شاء الله هو اللي هيشرح المحاضرة رقم 6 و7 لو كانوا موجودين إلى الآن يعني. أسئلة تانية؟ حضرتك ده مش الأبديت المتوقع من شركة أدوبي، إيه الزيادة في سيسي غير تعديل المنظور؟ موضوع الحفظ ده تافه من وجهة نظري، ليه أدوبي تضيف 3D في برنامج 2D عشان تضرب ماكس؟ طيب أقول لك على حاجة، لحظة يا جماعة لحظة، خلينا الموضوع ده مهم. اول حاجة موضوع الحفظ ده مش تافه، لان انا ساعات ببقى ناسية مثلا اعمل اخر سيف والبرنامج بيكراش مني، فبيوفر عليا وقت كامل. انا ممكن اعمل 30-40 صورة في اليوم، لو مثلا لما انا كنت بشتغل مثلا في الاستديو، فلا بيوفر عليا وقت الحفظ ده ان هو يرجع لي اخر حفظ. ال 3D ايه تضيف 3D؟ هو 3D موجود من قبل كده يعني، عموما يعني في CS6 وCS5 وحتى من قبل كده، مش زيادة. زيادة في CC حاجة اسمها نقطة التلاشي اتحسنت، القص اتحسن. لو بتشتغل ماجيك تول او سيلكشن تول في CS5 وجيت استخدمتها في CS5 في CC سوري، هتلاقي في فرق كبير، فرق كبير جدا تمام. بعد كده ريفاين ايدج الزوايا والفلاتر الذكية، وان انت تدخل ملف من 3D Max، والادجستمنت اتحسنت بكتير. بس هو الشركة مش عايزة تضرب حد والله. انت شايف ان هو فاشل من وجهة نظر حضرتك؟ اوكي ممكن يكون، بس انا شخصيا انتفعت بيه. يلا اسأله فتحت الشات. ازاي اعمل لوجو معبر بسهولة؟ ازاي تعمل لوجو معبر بسهولة؟ اول حاجة لازم تتعلم الفرق. لحظة لحظة يا جماعة، انا هاخد سؤالين وبعد كده نقفل. طيب ازاي اعمل لوجو؟ تمام، في حاجة اسمها النسبة الذهبية، وفي نظريات ثلاثة، ثلاث نظريات تقريبا او اربعة او اكتر من كده. لازم تتعلم النظريات دي عشان تعمل لوجو متناسق، لوجو مستوي.
لوجو لما تبص له كده تحس ان ده حاجة متعوب عليها. اللوجو ما بيكونش حجمه كبير، بيكون حجمه صغير جدا، فلازم يكون متناسق مستوي مظبوط، ولازم يكون في اسس معينه. ما ينفعش تكتب اول حرف، يعني في ناس كتير علشان اتش اند ام والشركات الكبيره دايما بتكتب اول حرف من اسمها. لا، مش لازم دايما تكتب اول حرف، ممكن تاخد حاجه بتعبر عليها. تمام. تاني حاجه تتعلمها، تتعلم الادوات كويس، تتعلم تستخدم البين تول كويس، تتعلم الرسم كويس. بعد كده الفرق بين اليو اكس واليو اي. اليو اكس ده اليو اكس ديزاينر بيعمل سكتش على ورق بقلم رصاص وسكتش، بيرسم الشكل العام للموقع. نظرية اليو اكس بتنص على بالظبط الإجابة على سؤال ليه، ليه ده هنا وش معنى هنا، ليه ده هناك ومش هنا، ليه احط تسجل هنا وليه ما احطهاش هناك، ليه احط اللون احمر ما حطوش اخضر. هو ده يو اكس، يجاوب على اجابة ليه، على بيعملها بيعتمد فيها على منظور نفسي اكتر ودراسته فيها نظرية اكتر من هي عملي. لازم يعرف شوية حاجات عملي ولكن دراسته نظرية اكتر، لازم يعرف ليه وامتى وازاي احط الالوان دي، وهنتكلم عليها في المحاضرة رقم 5. اليو اي بياخد السكتش ده من اليو اكس ديزاينر ويحوله لحاجة على الفوتوشوب، بعد كده هتتقص وتتركب على الموقع. واليو اي لازم يبقى دارس نظرية الألوان. امتى ابدأ اشتغل بفلوس؟ امتى تبدأ تشتغل بفلوس؟ اعمل كذا. اول حاجة اتدرب كتير، بعد كده اعمل 5 projects كاملين. لو انت ويب ديزاينر اعمل 5 projects كاملين، 5 كاملين، خد آراء الناس، انتقدهم، بعد كده ابدأ احط نفسك في وضع مالي. لو انت مبتدئ وعايز تشتغل بفلوس اوكي، بس خد الفلوس بعد رضا العميل، لكن ما تاخدش منه فلوس وتقول له هخلصهولك في 3 ايام وانت مش هتعرف تعمله، فتحط نفسك في وضع مالي محرج ويضايقك. حضرتك كورسات لمجال معين؟ لا، الكورسات اللي هتبقى لكذا مجال. انا هتكلم على الفوتوشوب بس. بالنسبه للإلستريتور، احنا كنا هنعمل حاجه إلستريتور قبل كده، بس هو شغال اصلا في الاكاديميه. صوت بيقطع، صوت بيقطع عندكم يا جماعه؟ اللي عنده سؤال تاني يسأله. يلا الشات مفتوح، اللي عنده سؤال يسأله. ازاي اكون مصمم دمج محترف؟ ازاي اكون مصمم دمج محترف؟ تتدرب كتير. بعد محاضرة رقم 3، هنتكلم فيها عن الفوتو اديت والادجستمنت لير. بعدها هنزل حاجات عن الدمج من مواقع زي توتس بلس او مواقع كتير، يعني هنزلها وهتابعكم، فتعملوا التوتوريالز دي. ما بنتكلمش على اصدار الابداع، ممكن يطلع من الرسام، بس ليه ادوبي تحط خاصية ال 3D في برنامج 2D؟ ولازم نتفق نجاح الفوتوشوب لانه ملوش منافس. ساعات ممكن ببقى بعمل اعلان وببقى محتاجة احط فيه حاجة 3D، بس مش لازم اطلع لبرنامج بره وبعد كده ارجع. فهو ال 3D في الفوتوشوب مش زي مثلا سينما 4D او زي برنامج تاني او جي دي ماكس. انا مش فاهمه النظريه ان انت معترض عليها، ولكن هي شخصيا بتسهل لي شغلي. طب حطيتك الكورسات لمجال معين؟ قلت لا، مش لمجال معين. دعايه واعلان، لوجوهات، ويب ديزاين، فوتو اديت، فوتو مانيبيوليشن. كلمينا عن عبد الله حسن الله يرحمه، فنان رائع. يعني هو السبب ان انا بقيت اساسا هنا اصلا. الناس اللي مش فاهمه اليو اي واليو اكس ما تستبقش الاحداث، وهنتكلم عليها بعد كده، هنتكلم عليها في المحاضرة 5 بالراحة. في اضافات كتير في التايب ماشين. انتوا بتتكلم السمارت جايد نسيت اقولها، واللينكد، ادوبي اكستنشن مانجر. تمام، حلو، حاضر، هنزل لكم الاداة دي برضو. تدريب اونلاين، ممكن تشوف افكار وتحاول تنفذها مع نفسك وتاخد رأي اصحابك او رأي الديزاينر اللي حواليك او رأي العملاء اللي حواليك.
لا هو مش هو بيعمل، هو اضافت فيه حتة الانيميشن ان احنا نعمل فيديو، ولكن في قصور مش زي الفيديو اللي ممكن يتعمل كامل على سوني فيجاس مثلا. ممكن اعادة، هي متسجلة فتقدر تشوفها. لا هو مش تقليد تصميم، خلي بالك، لحظة يمنى، مش تقليد تصميم. انا هشوف تصميم مثلا لو اتكلم عن نفسي كيو اكس ديزاينر او يو اي ديزاينر، عشان اتعلم ديزاين صح مثلا بشوف موقع زي فيسبوك، اشوفه هو اتعمل ازاي، حط دي هنا ليه وحط دي هنا ليه، ودي عاملة ازاي، ودي جابها هنا ليه، وبعد كده اجيب ورقة وقلم واقفل الفيس تماما واخد الفكرة، وبعد كده ارسم على الورقة سكتش، واحاول اطلع الاخطاء اللي موجودة في فيسبوك واصححها واطلع منها بحاجة جديدة، وبعد كده اعمله ديزاين على الفوتوشوب. ده اسم مسموش تقليد، اسمه ريديزاين. ربنا يرحمه عبد الله حسن. نقرا الفاتحة. انا بطيء في الاختصارات، ده سببه ايه؟ الاختصارات هتتعلم عليها او تجربها كذا مرة، بعد كده هتحفظها. ممكن خلال قد ايه تكون مصمم محترف؟ لو انت اتدربت كل يوم ممكن خلال شهر، لو انت اتدربت كل يومين يمكن خلال شهرين، مفيش مدة معينة. لو انت اتدربت كل اسبوع مرة يبقى خلال سنة. شرح البكسل مشروحة في المحاضرة العملية، ومشروح المحاضرة العملية هيبقى فيها شرح البكسل، الريزوليوشن، الألوان، وازاي بننتج لون. الصوت يا جماعة عندكم مش واضح كلكم؟ أيوة، كل الناس بتطلب 3 سنين خبرة. رد على الأسئلة متسجل، عاوزينه أنا كنت هشيله، لو عايزينه هسيبه لكم. هرفع توتوريال طبعا، بس بعد كل درس حاجة معينة. حاضر، هرفع لكم من الأسئلة، أنا بسجل ولسه موقفتش تسجيل. تجيب الخبرة ازاي؟ ان انتي تدربي كذا مرة، ان انتي تتعاملي مع عملاء، وان انتي تشوفي دروس كتير وتطبقي، تشوفي دروس وتطبقي، وما تشوفيش دروس عربي. للأسف للأسف المحتوى العربي على المجاني على الانترنت، بلاش نتكلم عن كله، المجاني حاليا الموجود ما مش حلو. علشان كده احسن احسن ان انتوا تشوفوا حاجة اجنبي، ومش هتحتاجوا انجليش كبير. يلا، في سؤال؟ المبتدئ يشتغل ازاي؟ المبتدئ يعمل بروجكت، في حاجة اسمها السي في او البورتفوليو بتاعك، بتعمله بكل مثلا لو انت ويب ديزاينر بتعمل ويب ديزاين وبتحطه مثلا في موقع من المواقع دي وبترفعه، بعد كده عملت واحد تاني ارفعه، عملت واحد تالت ارفعه، لما تروح تقدم في شغلة في شغلانة مثلا تقول له والله انا ده شغلي القديم، فهو مش هيطلب منك خبرة. هو كل الحوار بيعتمد على الشغل. في ناس لسه بديهية او بدائية في الشغل، انها بتطلب ويب ديزاينر يعمل كل حاجة، او بتطلب واحد عنده خبرة 3 سنين. طب انا ممكن اشتغل 3 سنين وما استفادش حاجة، ممكن اشتغل سنة واحدة بجد واتعب واتعلم واخد كورسات واطلع مصمم. لا تعب ولا حاجة، انا تحت امركم. ايه متطلبات سوق العمل؟ يعني المفروض اكون بعرف اصمم ايه عشان اشتغل في مطبعة مثلا؟ المطبعة دي تخصصها ايه؟ بتطبع ايه بالظبط؟ دلوقتي المحاضرة الجاية هتنزل محاضرة عملي تسمعوها، وهتبقى ساعة وساعة بس تسمعوها وتطبقوا اللي فيها. لا مش يعيبك ان انت تستخدم ملفات مفتوحة المصدر، لكن اللي يعيبك ان انت تنسبها لنفسك، واللي يعيبك كمان ان انت ايه تقول ده ابداعي. لا، قول انا استخدمت حاجة مفتوحة المصدر، او هات حاجة مفتوحة المصدر خد منها المنت واحد وبعد كده كمل التصميم من عندك. لكن ان انت تجيب حاجة وتنسبها لنفسك هتتقفش، لان كل المصممين دلوقتي تقريبا عارفين كل الملفات المفتوحة المصدر. ايه رأيي في موقع فريلانسر او موقع اوديسك؟ انا شخصيا بشتغل فريلانسر، ولكن مع نفسي، وهتكلم عليها في الشغل الحر. حاولت اتعامل انا مع فريلانسر، بس انا لقيت الموضوع سهل في الفلوس، صعب في الفلوس،
فما كملتش انا موقع فريلانس، انا شغال في اوديسك سوري، ما كملتش. فانا هعرفك ازاي تشتغل لوحدك، ازاي تعمل دعاية لنفسك، ازاي تعمل شغل بتاعك لوحدك. احمل برنامج عشان اشتغل عليه، برنامج الفوتوشوب هتلاقوه في الجروب. مفيش حاجة ظاهرة عندي خالص، لا صوت ولا صورة. اعمل ريفرش، حد يكتب له يا جماعة اعمل ريفرش. ممكن نستعين بالتقليد في الأول ولا ده بيبقى بداية خاطئة؟ هو مش تقليد، هو ريديزاين. هو انت تشوفي الشغل، تشوفي يا وليد الشغل معمول ازاي فتبتدي تبتكر فيه. تمام. هو عموما يا جماعة المحاضرة دلوقتي خلصت، لو حد عاوز يخرج ولا حاجة، بس احنا هنجاوب على أسئلة. الهواية التجارية، حاضر ان شاء الله. انا هحاول اخلي حد يشرح. شكرا، جزاكم معينة. ايه فنون فوتوشوب؟ كتير جدا. ويب ديزاين، تايبوغرافي، كاليغرافي، و ممكن تطلع ممكن مصممين الازياء يشتغلوا على فوتوشوب، ممكن مصممين الديكور يشتغلوا على فوتوشوب، حاجات كتير جدا. اي حاجه ممكن تطلعها بفوتوشوب، انا بعتبره ان هو ممكن يطلع اي حاجه، ولكن البرامج التانية بتسهل عليك اكتر. المحاضره العملية هتنزل في جروب. يا جماعه، بالنسبه للجروب، معلش توضيح سريع، بالنسبه للجروب يا ريت الناس تتفاعل معانا. اولا عشان يبقى تدريب لازم يكون في تفاعل، فعشان احنا نعمل قصور ان مفيش تفاعل، مفيش وجها لوجه يعني، فيا ريت الناس تتفاعل معايا على الجروب. لما ينزل بوست كومنت كده وقولوا لي استفدتوا ايه، محتاجين ايه، عشان هو تدريب، عشان هدرب كل واحد لوحده، عشان تطلع بعد بجد بتعب الشهرين ده تطلع منه مصمم فاهم، مصمم قادر يكمل حياته او قادر يتعلم او استفاد منه. لكن الناس اللي بتكسل او مش ما بتتواصلش معانا على طول، يا ريت ان هم يتواصلوا. الناس اللي ما سجلتش اسمها في البوست بتاع الاسامي تسجل اسمها عشان الشهاده ان شاء الله. هنحتاج نحمل برامج تانية غير فوتوشوب؟ لا، بس فوتوشوب. عشان اوصل للاحتراف لازم اعرف الستريتور جنب الفوتوشوب. لازم يفيدك، هيفيدك كتير، هيسهل عليك يعني. لازم اتقن الفوتوشوب عشان اعرف اتعلم افتر افكت. لا، مش شرط، لازم تكون عارف اساسيات الفوتوشوب وبعد كده تكمل البرنامج التاني، لكن مش شرط تتقن الفوتوشوب تماما في هذه المحاضرة. أيوة، من الصفر لا، مش قلنا مش بدناش دعوة بحد كلمة احتراف، احنا من الصفر لحد أول الطريق. أول الطريق بقى هتكملوا انتوا. لا، هو بس إجابات على أسئلة. هو لينك المحاضرة منزلش. هينزل الستريت وهو كود درو، ولا في فرق بينهم؟ هو في فروق. أنا شخصيا بحب أستخدم الستريت. ممكن ترفع لنا التصميمات عشان نعمل زي؟ حاضر، هيبقى في توتوريال. لينك الإعادة هينزل النهاردة. أيوة، أو على طول هخلص همنتج هرفعه. أنا لسه مبتدئ ولسه مبدأتش، ممكن حضرتك تنصحيني أبدأ إزاي؟ محسن، كمل معانا واحدة واحدة. أعرف الأساسيات النظري، الكلام اللي بنقوله مش تنمية بشرية، هو كلام هيفيدك لما تبقى محترف هتعرف فايدته. وكمل في العملي، وبعد ما تخلص هتبقى الرؤية واضحة بالنسبة لك، هتعرف تكمل. هنعمل ايه في هذه المحاضرة الجاية؟ في من هنا المحاضرة الجاية، من هنا المحاضرة الجاية هتشوفي العملي وتعرفي، وهنزل لكم دروس. طيب، عشان نحترف في الفوتوشوب هنحتاج برامج تانية تساعدنا في الاحتراف؟ لا، الالستريتور جنب الفوتوشوب لو انت عايز تبقى مصمم حاجة معينة، ويب ديزاين او اعلانات، ولكن اتقن الفوتوشوب الاول خلاص، وبعد كده روح الاستريتور. المره الجايه يوم الاحد الساعه 8 لو ما فيش تغيير. الاستريتور قلت فيه فروق بين الاستريتور والكارد درو، انا ما استغلتش عليه، لكن انا شخصيا بفضل الاستريتور. هدور لكم على، حاضر، هشوف حد اشتغل على الاثنين واساله. كل حاجه هتلاقوها على الجروب او في الاكونت بتاعي. بوست تسجيل اسامي، ادخل كفر الجروب هتلاقي البوست. هحاول والله اغير 8 الساعة، هحاول اغيرها. طب عايزين الساعة كام؟ عشرة، ماشي، هحاول. حاضر.
بيتر سجلت اسمك في الجروب. سجل، ايوه سجل اسمك اهو. يعني ابدا باي كورس؟ ويا ريت لو حاجه على اليوتيوب. حاضر، انا هجيب لكم كورسات كامله تنزلوها، بس مبدئيا لازم تشوفوا الورشه دي الاول. مش عشان تشوفوا الورشه يعني، بس عشان تستفادوا من الاساسيات، عشان تفهم الاساسيات تكون الصوره واضحه بالنسبه لك. طب الناس في مصر، انتوا عندكم اجازه الجمعه والسبت ولا خميس وجمعه؟ هي الورشة هتبقى يوم الأحد، فهم عايزين يغيروا يوم الأحد، فانتوا امتى الأجازة بتاعتكم؟ يعني لو خليناها السبت تمام. بالليل بعد 9، بس هو أصلا لحد دلوقتي لحد الساعة 8، لحد ما أشوف حوار المدارس. لا مش لازم تشوف أونلاين، هي دايما هتبقى متسجلة يوم الأحد الساعة 8، محاضرة واحدة في الأسبوع. حاضر، هعمل فوت هناك والناس تجاوب عليه. تمام، في حد عنده أسئلة تانية يا جماعة؟ هدير هي متسجلة، هرفعها لك. حاضر، لينك تسجيل هيحطه الدعم الفني دلوقتي. لا هو انا ما وصلتش لمرحلة الدكتورة خالص، بس العفو، ربنا يكرمك يا احمد، ربنا يخليك يا رضوى. يوسف متسجلة، متسجلة وهتشوفها. 5 محاضرات، وبعد كده في واحدة 3D. 5 محاضرات بتوعي، 3D بتوع سامي، وممكن يبقى في لوجوز بتاعت حسام ان شاء الله. هبقى معانا حد برضو يتكلم عن تايب جرافي والكاليجرافي ان شاء الله. اشراء، عاوز تفهمي ايه بالظبط؟ دي ورشة هنتعلم من طريقها اساسيات الديزاين، ولو انتي ما فاتتك المحاضرة انا بسجلها وهتترفع. تمام، هتترفع متقلقيش. ايوه انا عشان متوترة بقى يا محمود، فلازم دكتور ابراهيم كان يديني فكرة عن التدريب شوية. الله يرحمه، سواء عمو عبد المحسن او دكتور ابراهيم فايق او عبد الله حسن، الناس دي كلها هي السبب في ان انا اكون هنا اصلا. الناس دي السبب، هي اللي قدرتني ان انا رسخت في دماغي فكرة التدريب، واللي شجعتني بجد. فياريت ندعي لهم يا جماعة، ندعي لجميع أموات المسلمين مبدئيا، والناس اللي هو السبب في ان احنا هنا. رائد، ان شاء الله الورشة تفيدكم ان شاء الله. اتمنى رابط الجروب. المحاضرة بتتسجل وهرفعها. حاضر، حد عنده استفسار؟ عندنا 66 شخص لسه موجودين اونلاين. يلا اللي عنده سؤال يسأل. وعليكم السلام. لا، اليو اي واليو اكس لجميع حاجات في الدنيا، لأي حاجة في الدنيا.
للسيارات لازم يحطها لها UX، ديزاين اعلانات ويب ديزاين، لاي حاجه في الدنيا لازم يبقى لها UX، لازم يبقى لها خدمه مستخدم. تخدم المستخدم ازاي؟ موبايل ابلكيشن، تمام اكيد طبعا، مسجله هتنزل قريب يا جماعه المحاضره، متقلقوش. في سؤال فاتني، الفيديوهات. لا حازم، الفيديوهات دي قديمه، الفيديوهات الجديده هرفعها انا دلوقتي على الجروب. لا مفيش مشكله، اللي داخل من التابلت مفيش مشكله، انا مصمم على قدي، بس اكتر حاجه بتوقفني لما اجي اصمم اني الاقي الفكره. هنتعلم ازاي ننتج فكره. برنامج ايه يا اسراء اللي ما بيفتح عندك؟ لو حد عنده مشكله يا جماعه ممكن احلها له تيم فيور لو عايز، او اكون معاه اول باول. فولو للاكونت وابعتوا مسج وانا هرد عليكم ان شاء الله. حاضر، هحاول يا سارة اشغلهولك دلوقتي اول ما اخلص. هل يبقى في شرح على برنامج ادوبي اديشن؟ لا هو فوتوشوب بس، بعد كده هوجهك تروح فين عشان تتعلم حاجة جديدة. هل لازم اتعلم فوتوشوب عشان اكون مصمم؟ ايوه، الفوتوشوب اساس التصميم. العفو يا وليد. شرحتي حاجة النهاردة عملي؟ لا العملي لسه هينزل، لكن احنا كنا بنتكلم نظري عن بيئة التصميم عموما. العفو يا ريد، العفو يا موري. لا مفيش مشكلة يا زينب، هتشوفيها متسجلة وهرفعها لك. انا هرفعها لكم، انا هحط بوست دلوقتي اللي عايز المحاضرة المسجلة يعمل له فولو، عشان اول لما تحط فيه اللينك تشوفوه. المحاضرة بقالها ساعة 58 دقيقة، منهم 20 دقيقة رغي اللي هم بتوع الأسئلة، لكن المحاضرة أصلا المفروض تبقى 40 دقيقة، بعد المونتاج هتبقى 40 دقيقة. عاوزين الأسئلة أسيبها لكم؟ كان في أسئلة كتير، لو عايزين أسيبها أوكي، لو عايزين أرفع المحاضرة من غير أسئلة أوكي تمام. الفرق بين CC و CS6 قلنا يا جماعة إن هو في تحديثات عن الأول، في أوتو سيف، في أوتو ريكفر، في خاصية الزوايا والريفاين ايدج دي هنتكلم عليها بعد كده، الفلاتر الذكية موجودة في السي سي، بس ال 3 دي ماكس ينفع تدخله على السي سي، الناس اللي شغالة الاتنين بس كده. متشكرة جدا يا احمد. عادي، لا الافضل سي سي، بس لو انت شغال على سي اس اكس مفيش مشكلة. كل المصمم بيعرفش يرسم، انا شخصيا مصممة بقالي 3 سنين ما بعرفش ارسم. مفيش رز بلبن؟ لا مفيش رز بلبن. لا مش لازم كل مصمم يبقى بيعرف يرسم. مش عارفة، لا دي مشكلة نت، انا عندي تمام. هو احنا عموما خلصنا يعني، بس انا هرد على اسئلة وخلاص على كده. انا معاكم لحد من الزهق. ها بس قولوا. شهاب، هو في حد هيبقى بعدنا في المحاضرة؟ في حد عايز الغرفة بعدنا؟ لو في حاجة احنا المفروض نخرج يعني، ولو ما فيش حاجة ممكن نكمل. انا عيب اني مبعرفش اقسم وقتي وبنشغل بحاجات تبعدني عن التركيز. في ابلكيشن جميل اسمه بومودورا، هجيب لكم اللينك بتاعه. بومودورا ده بيعمل 25 دقيقة تايمر، 25 دقيقة يرن، عارفه 25 دقيقة يرن، يديك بريك 5 دقايق وبعد كده يرجعك تاني 25 دقيقة. طول 25 دقيقة دول ما تعملش حاجة تماما. انا شخصيا ظبط لي وقتي تماما يعني، فانا هنزل اللينك للناس برضو تحمله. تايمر بتظبطه وزي الفل تماما، 25 دقيقة، طول 25 دقيقة حاول ما تعملش حاجة. لو انت بتذاكر، لو انت بتعمل ديزاين، ما تعملش حاجة تانية. انا بجيب لكم اللينك اهو. حاول ما تعملش اي حاجة في الوقت ده. بومودورا يعني طماطم بالإيطالي. بدر نسي ميعاد المحاضرة، معلش اديله المحاضرة اوفلاين. هو دخل؟ طيب
هسيب انا المحاضرة مسجلة. طيب هو الموقع بتاع البرنامج مش شغال عندي، ولكن هو ده اسمه تومتي، ده اسمه، حمله. وهنزل اللينك على الجروب لو الموقع اشتغل، لان الموقع مش شغال عندي. حد عنده اي استفسار يا جماعة بخصوص حاجة جديدة او حاجة عاوزينها، او سؤال ما تسألش قبل كده؟ انا تقريبا كل سؤال جاوبته 3 4 مرات. ها، في أسئلة جديدة؟ حاضر، هحط اللينك على الجروب، لان هو لحد دلوقتي مش راضي يفتح عندي، مش عارفة ليه معلق. جيت السؤال، لو مش معاك برنامج استخدمه مؤقت لعدة تنازلي في الموبايل. اه صح، ممكن تعمل برنامج اللي هو على الموبايل، تعمل اي تايمر وتشتغل يعني. ليه خايفين تفشلوا لما انتوا مجربتوش؟ حاول تجرب يمكن تنجح. خايف من الفشل وانت يمكن تنجح؟ طب ما انت لو فشلت هيحصل حاجة، هيبقى اسمك محمد، ولو فشلت هيبقى اسمك عثمان مثلا تحت اسم جميل، هيجرى حاجة. هات عنكبوت، ده مثال، هات عنكبوت وخليه ابن بيته. العنكبوت طبعا معروف ان هو لما بنسيبه شوية بيبتدي يغزل من نفسه ويعمل بيت، هاته وخليه ابن بيته، بعد كده كسر له البيت ده، شوفوا هيعمل ايه. هيبني بيت من اول وجديد، كسر له بيته تاني، ابني البيت من اول وجديد، كسر له بيته تاني، هيبني البيت من اول وجديد. لحد امتى؟ لحد ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت كسرت له بيته قعد يروح يقعد مع صحابه العناكيب التانيين ويعيطوا ويحكي لهم عن الظروف والمشاكل واللي حصل، وده جه كسر لي بيتي ومش عندي بيت وبتاع؟ ابني تاني، اشتغل تاني، اشتغل تاني، خسرت مرة تاني، فشلت مرة، جرب تاني بطريقة تانية، وراك ايه؟ شفتش عنكبوت قاعد مع صحابه العناكيب التانيين المحبطين وبيتكلموا عن ظروف البلد وظروف النت، والنت بيفصل والكهرباء بتقطع وجاي بيكسر لي بيتي وما عنديش بيت وما عنديش خيوط؟ اشتغل تاني. في ايه؟ انت انسان، انت عندك طاقة، لو توصلت بمولد هتولد كهرباء تضيء مدينة، هتولد. لو حطوا جابوا ضوافر دي حطوا سلوك كهرباء بينها هتوصل لهم طاقة. انت انسان، انت جواك طاقة، مش قادر تتعلم. مش في جوجل، جوجل بيعمل ايه ده يعني؟ انا على فكرة انا ما خدتش ولا اي كورس، وعموما انا شخصيا كأمي انا ما بخرجش من البيت تماما تماما، انا كل اللي اتعلمته ده اونلاين وكل اللي بشتغله اونلاين. كرامتك ما تسمعش بقى، ما هو مش هينفع، لازم نحاول مرة تانية. يعني انا شخصيا كل اللي عندي، كل اللي متوصلة بيه للعالم التاني هو وصلة انترنت بس، كل كورسات، كل تعليم، كل اي حاجة، حتى الشغل، حتى الجامعة، كل حاجة اونلاين. هل يوم ممكن يبقى فيه شرح لتصميم ديكورات اسقف معلقة بالفوتوشوب؟ هو ده مش تخصصي انا، بس انا ممكن اقولك تجيبه منين. حاضر، هسيرش عن الموضوع ده واقولك تجيبه منين. يا جماعة يلا أسئلة تانية. ما قدرتش تنزل فوتوشوب؟ طب أنا ممكن أساعدك تنزل. أول حاجة عندك اللينك وعاوز تورنت ولا مباشر، أو ممكن تيجي على الجروب وأعملهولك تيم فيور. هتخرج من الورشة أو من التدريب فاهم، تمام؟ فلما تعرف تبقى فاهم وتعرف تتعامل مع الناس ومع الكورسات ومع المواقع، فهتطلع عارف ازاي تبقى محترف. انا زي ما قلت في البداية، هو مفيش حاجة هتوصلك للاحتراف. انت في سنة كام؟ طيب عندك امتحان القدرات وعندك كلية الفنون التطبيقية على مستوى العام. تمام، فنون تطبيقية، ده لو عايز تدخل اعلان او جرافيك ديزاين فنون تطبيقية، لو عايز تبقى تصميم اساس او حاجة فنون جميلة.
يوسف قلت لك ما بلاش كلمة هسقط 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 يا جماعة اللي داخلين ثانوي هنا. على فكرة أنا بعد كده لما هنصحكم إن انتوا تتابعوا دكتور أمين محمود، علشان هتعرفوا معنى العلم، معنى التعليم. أنا شخصيا كنت لحد فترة كبيرة بجيب مقبول، لمجرد ان انا غيرت وجهة نظري واستخدمت الجذب الفكري واستخدمت حاجات كتير من نظريات ممكن تكون نظرية في سنة واحدة، من مقبول لامتياز، من مقبول للأولى، مش من مقبول لامتياز 90%، للأولى. انا كنت جايبة، كنت ناجحة 52، كنت جايبة 52، يعني ناجحة بدرجتين. تاني مرة 99.9. فالموضوع سهل وبسيط جدا وتافه، هو مجرد ذاكر ذاكر بس، ذاكر بس، ذاكر، امسك الورقة وذاكر. وطبعا كل مادة لازم تذاكرها بطريقة غير التانية. لا ما بخافش من الحسد على فكرة، ان انا اي حد عايز حاجة هديها له، اي حاجة من علمي انا هعلمها له. المذاكرة بتختفي وقت الامتحان. حد فيكم سمع عن التنويم بالإيحاء؟ تنظيم الوقت. ما سمعتوش عن التنويم بالإيحاء؟ التنويم بالإيحاء أو الهيبنوسيس ده تقنية بتساعدك إن أنت زي إيه، هو مش زي التنويم المغناطيسي طبعا، هو بتسمع كلام معين بيدخلك لمرحلة معينة في الجسم. المراحل بتاعتنا، طب لحظة نتكلم بالراحة، واحدة 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 واحدة. المراحل بتاعت الجسم في مرحلة منهم اسمها ألفا. ألفا دي بتيجي قبل النوم، تمام؟ في فترة قبل النوم دي اللي هو انت لا صاحي ولا نايم، تمام؟ هنا انت بتبقى في قمة تحفزك النفسي، هنا بتبقى التفكير، هنا بيبقى اتخاذ القرار، تمام؟ لذلك لما توصل لمرحلة الألفا دي ويبتدي شخص يديك اعتقاد زي ان المذاكرة سهلة، المذاكرة جميلة، المذاكرة محتاجة تركيز بس، ويشيل منك التردد ويشيل منك الضعف، تمام؟ هنا بقى بيبتدي انت تقتنع بالحاجة اللي اتقالت لك وانت نايم. ساعات تصحوا كده تقولوا حد قال لي حاجة بقى انا مش فاكرها بس انا مقتنع بيها، تمام؟ هو ده اللي بيعمله التنويم بالإيحاء. هنزل بوست عن التنويم بالإيحاء، في كذا جلسة تنويم. كل اللي انت بتعمله ان انت بتطفي النور، تنام على ظهرك، تحط السماعة في ودانك، تغمض عينك وتعمل اللي المدرب بيقوله لك، علشان تتغير نظرتك عن المذاكرة، عشان تتغير نظرتك عن نفسك، علشان ما تقعدش تقول انا مش قد كده، انا مش قادر، انا ما ينفعش، انا ضعيف، انا عارف نفسي، انا بعرفش اذاكر احياء. فايوه هيبقى صوت. ف لا، كل دي حاجات هتتشال. الحاجات دي لو اتشالت بعد كده هتبقى قادر ان انت تذاكر، لان المذاكرة هتبقى بالنسبة لك حاجة تافهة، حاجة بسيطة. ايه ده، هو ملوش قاعده معينه غير ان انت بتحط السماعه في ودانك وتسمع الكلام اللي هو بيقوله لك، حتى لو انت متعرفش اي حاجه عن التنويم بالايحاء اصلا. ممكن تقعد، لازم ممكن تقعد يا اما فارد عمودك الفقري او نايم. على فكره في التنويم بالايحاء بيقنعك ان انت عبقري في المذاكرة، تقدر تذاكر، تقدر تنتج. ايه المشكلة؟ ايه اللي فرق، ايه اللي يفرق شهاب عن أمين صبري مثلا؟ الولد عبد الله، اسمه عبد الله صح، اللي هو طلع مع شركة انتل، ايه فرقك عنه؟ لا يا بدر ده عندك بس. مين مس ولاء دي؟ هو الموضوع قلب تنمية بشرية بس، معلش يعني الإفادة. الصبر والنية في المذاكرة والوصول وطلب العلم. خلاص اكتب الحاجات دي على ورقة وحاول توصل لها، حاول تعلي من شهاب علشان يوصل للمرحلة دي. أنا درست تنمية بشرية، أنا في حاسبات ومعلومات، باخد كورسات تنمية بشرية، عشان أصلا كان حلمي ان انا ادخل علم نفس او فنون تطبيقيه، ولكن لقيت تخصص تاني دخل لي، فاستمريت ان انا اخد تنميه بشريه سواء مع اكاديميه الدارين او مع كورسات بره، و
لقيت ان احنا لازم نطور التنمية البشرية، ندخلها لكل حاجة، في الموارد البشرية، في الجرافيك، في اي حتة لازم تتعلم تنمية بشرية. التنمية البشرية هي الكبسولة اللي بتساعدك ان انت تتعامل مع اي تخصص تاني في الدنيا. ايوه زي كمال عز، على فكرة مشكلتكم في الفيزياء انكم خايفين منها، واذا كان عندي نفس المشكلة بس لما طلعت من الثانوي ورجعت ليها تاني لقيتها سهلة. أيوة هي سهلة، بعد كده لما بتدخل هندسة بتلاقي الموضوع سهل. بس بعد دخلت حاسبات واستمريت في التنمية البشرية، وبعد كده عرفت ازاي انمي التنمية البشرية واخدمها في خدمة حاسبات، اخلي الديزاين يخدم حاسبات، خلي ظروف حياتك او مواهبك تخدم قدرك، عشان انت ما ينفعش تغير القدر، عشان اصلا لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، عشان هو ده الشيء المناسب ليك في الوقت ده، في الساعة دي، في المكان ده، في الجو ده، ان يحصل كده. لو حصل غير كده حياتك هتبوظ. ايوه حقوق، وبحب الجرافيك. الباش مهندس، او لا مش باش مهندس، المصمم محمد يحيى، يعني مصمم كبير بسم الله ما شاء الله، خريج حقوق ويو اكس ديزاينر قد الدنيا، يعني استفادوا منه. هديكوا بتاعه الايفنت ده، الايفنت بتاع مش محمد يحيى، انصحكم ان انتوا تتابعوه، اسالوا اي سؤال هيجاوبكم، بس اسئله المبتدئين خليها عندي، لو اسئله بروفيشنال اسالوا مستر محمد يحيى. لا ده خريج حقوق عادي يعني، وهو مصمم كبير جدا وبيشتغل في المجال ده بقاله كتير. ايوه هي حقوق كليه العظماء، واقفه وحاسبات كمان كلية العظماء، كل الكليات كليات العظماء عادي، أي حاجة في مصر هي رائعة، وأي حد في مصر هو أول حد في الحاجة دي. محدش يعرف قيمة مصر غير الناس اللي خرجت منها، محدش يعرف قيمة مصر غير الناس اللي خرجت برا مصر. واحد خريج حاسبات فاتح كافتيريا، ده بيفاول عليا. لا البرمجة ما تعقدكش، انا هديك يا احمد بس ظهر لي باسمك الحقيقي عشان اديك كورس حلو للبرمجة هيساعدك في البرمجة. مصر حلوة من بعيد، مصر حلوة من بعيد، بعيد عن العين بقى. طيب فريلانسر، فريلانسر يعني شغل حر، يعني تشتغل بدون مكتب ثابت. برمجة تو باد، لا البرمجة، البرمجة دي احسن حاجة في الدنيا ما تقلقش. لا خمسات، انا كنت كان اسمه ايه ده، امين راغب قال ان موقع خمسات موقع فيه حالات نصب، لكن انا شخصيا ما جربتوش. فريلانسر هو انك تشتغل بدون مكان ثابت، تشتغل على الانترنت، موقع اوديسك، موقع فريلانسر، ولكن هنا انت بتحتاج تبني بورتفوليو كبير عشان خاطر تشتغل فيه كفريلانسر. لكن انا شخصيا بشتغل فريلانسر على الفيس، هو مجرد انك تقول ان انت شخص ديزاينر وانت ده شغلك، وان اي حد كلمني على رقم كذا، فده في حد ذاته دعاية، لازم تعمل دعاية لنفسك سواء في مواقع في جرايد، ده اسمها دعاية. هو الفرق بين فريلانسر والشغل العادي ان في الشغل العادي بيجيلك الناس كلها، فريلانسر انت اللي بتجيب الناس، انت اللي بتعمل كل حاجة لنفسك. اللي كان بيقول المعلم كانت مفيدة ينزلها على الجروب. انا ما اعرفش، ما اقدرش احكم على حاجه انا ما جربتهاش، انا شخصيا ما جربتش، انا شخصيا بشتغل لوحدي. حاولت اتعامل مع فريلانسر بس كان لازم ابني، او مع اوديسك بس كان لازم ابني بورتفوليو كبير الاول وبعد كده اشتغل. قلنا هنتكلم عن الريندرز والفلتر والاكشن واستخدامهم في الفيديو رقم 2، ولا صور؟ أيوة ممكن تدريب.
هدوء يا يوسف، المحاضرة الجاية وهتفهم، هتفهم. بالنسبة للناس اللي حضرت المحاضرة دي، معلش، بعد كده هنزل البوست على الجروب تقولوا رأيكم في المحاضرة واستفدتوا منها ايه، وايه اللي كان ناقص عشان اشرحه في المحاضرة الجاية. لا انا صوتي خلاص، ما فيش عيد محاضرة، بس هي متسجلة ممكن نرفعها. حد عنده أسئلة؟ اسأل. لا مش مهم، حتى لو مش تبع الكورس، انا في اي حاجه. بالنسبه لتخصص حضرتك، اندرويد والجرافيك، اندرويد والجرافيك ديزاين ليهم شغل مشترك. ايوه، ما انت عشان تعمل ابلكيشن محتاج الجرافيك ديزاين فيه. هبقى اشوف المحاضره واسالك. تمام، مفيش مشاكل. ممكن رابط تحميل مباشر لفوتوشوب سي اس 6 لو انت ما عندكش حاجه، وهكذا كده هتنزل، نزل سي سي. انا ناوي ان شاء الله ابقى مهندس كمبيوتر، بحب التصميم جدا. مش عارف ده ينفعني لما بصمم كمبيوتر ان شاء الله، ولا اضطر استخدمه. ممكن استخدمه كهواية عشان تبني برنامج، برضو ممكن تحتاج تعمل له دعاية، فبدل ما تروح لمصمم اعلانات وتعمل له دعاية، ممكن تعملها بنفسك. ممكن لما تبقى تعمل برنامج او تخلق برنامج، تبقى محتاج مثلا حاجة بالفوتوشوب، مش هتضطر تعملها بالكود، فبدل ما تبقى محتاج حد تاني معاك، فتبقى انت بتخدم نفسك بنفسك. وفي نفس الوقت انت اهو من انت في سنة كام يعني، من الوقت اللي انت فيه لحد ما تدخل جامعة وتتخرج وتشتغل كمهندس كمبيوتر، استفاد بوقتك. مفيش مواقع ملحقات. هتكلم دلوقتي في المحاضرة رقم 2 عن ازاي نستخدم الملحقات، لان يا جماعة في استخدام سيء للملحقات. الناس بتستخدم الملحقات ازاي؟ يجيب عدة فرش ويركبها على بعض. يمكن كان في مقال اتكتب قبل كده، هو ساركازم شوية، تريقة، بس هو انتقاد رائع. يعني الناس بتستخدم الحاجات، بتعتبر الفوتوشوب كله مجرد فرش وباترنز. طب انت عارف ان اساسا المصممين الكبار ما بيستخدموش الفرش والباترن غير في القص واللزق وكده؟ ما فيش مصمم بيطلع شغل كبير عن طريق فرشة او باترن او اكشن. لا، الشغل يتعامل بين تول، ويتعامل كمان يدوي، وطلع شغل محترم، شغل نظيف، مش مبكسل، مش بايظ وكده. الريندرز، لو انت عايز الريندر يا جماعة، هو الصورة المقصوصة، صورة الشخص المقصوصة ملهاش خلفية، صورة اي حاجة مقصوصة ملهاش خلفية. لو انت تطلعها في مواقع عشان تختار منها صح، ما ينفعش تجيب اي حاجة من اي حتة، هتطلع مبكسلة، فلو طبعتها هتطلع مبكسلة مش واضحة، هي دي مشكلة. فانا موضحة كل ده في الفيديو الجاي. يعني حاول ما تنزلش ملحقات او ما تشتغلش مع الملحقات لما تشوف الفيديو الجاي او المحاضرة رقم 2 يعني. وده المقال، ده المقال بتاعه، ده المقال اللي كنا بنتكلم فيه عن البداية. سؤال عبيط، حضرتك أهلاوية ولا زملكاوية؟ لا أهلاوية ولا زملكاوية، ولا ليا في الكورة خالص. الرندر من الآخر عبارة عن صورة شخص شارم، صح، صورة شخص شارم منها خلفية. أنا ممكن أعرض الحاجات اللي بصممها على حضرتك في الجروب وتقيم التصميم. حاضر، تمام يا محمود. السنة الجاية المفروض خريجة، فمش عارفة أجيب ملاذ في كلية ايه. طب قوليلي وأنا أساعدك. طب أنا هكون اخترت دعاية وإعلام مش ويب ديزاين، او لو حتى رحت المصمم تبقى عنده قدرة. طب شهاب، لو انت عايز تعمل سايت، مش هتحتاج برضو ويب ديزاين؟ ملاذ تخصصك ايه؟ هنتعلم الدمج. يعني انتي في حاسوب
سؤال انا كنت بسأله، يعني سي اس صح يا ملاذ؟ لحظة خلينا سي اس هجيب لك حاضر افكار من اصحاب السي اس. بعد كده شهاب كان عنده سؤال. انت مش ممكن تعمل ويب سايت؟ مش ممكن تعمل ويب سايت للبرنامج بتاعك، او تعمله ديزاين معين، او حتى عايز تقص حاجة من صورة، هتبقى محتاج ده، هتبقى محتاجه. ملاذ اوكي اجيب لك افكار واقولك، لان انا مش سي اس، انا اي تي، فما عنديش فكرة، فاسألك صحابي، او ادخلي في بيج انا في حاسبات، خدمة اجتماعية وشغال فريلانسر، UX sorry UX UI designer front end developer من 6 سنين، تحب تشتغل وعادي ممكن يكون ملوش علاقة بدراستك. تمام صح، ملوش علاقة بدراستك. مش شرط الدراسة، مش هتحدد طريقك، ولا في حد هيشتغل بشهادته. تدخلي بيج انا في حاسبات، ادخلي على الهاشتاج ده انا في حاسبات، هتلاقي ناس تجيب لك افكار. انا الادمن هناك، فكلميني، انا هناك. حاضر، انا ادمن الجروب الوحيد، فلما اروح لما نخلص المحاضرة هقبل الاد هناك. ادخلي يا ملاذ على الهاشتاج ده، هتلاقي البيج، وانا هتلاقيني هناك، انا الادمن، هتلاقيني اجاوب عليكي. حد تاني عنده استفسارات يا جماعة؟ شفت يا شهاب، هرد اما اخلص. وفعلا شهاب انسان خدوم جدا ما شاء الله، و انا بحب لما انزل محاضرة اخد شهاب دعم فني معايا. اقفل الشات يا شهاب. تعبينه معانا بصراحة، معلش، ربنا يعينك. ايوه طبعا هيبقى فيه تدريب، لان هي دي ورشة تدريبية اصلا. يعني انا على فكره الورشه دي انا ممكن كنت اعملها لايف في الجامعه عندنا، بس كان العدد اللي هيحضر 30 شخص، وكان طبعا ناس كتير من مش هتقدر تيجي من محافظات تانية او من دول تانية، فهيبقى اونلاين، ونحاول نتغاضى عن لغه الجسد، لان اي تدريب لازم يبقى فيه تواصل للغه الجسد، ولازم يبقى فيه تواصل بالعيون، ولازم يبقى فيه سؤال وجواب. فاحنا نحاول ان احنا نشارك مع بعض في الجروب، نحاول نلغي الجزء ده. هو الفيديو انا همنتجه، عشان كل الرغي ده لازم يتشال منه، هرفع الرغي ده لوحده والفيديو لوحده، يترفع على الأكاديمية رسميا. ربنا يكرمك يا وليد، جزانا وإياكم ونفع بينا وبكم. العفو يا يوسف. تمام، اي استفسار بعد كده الاكونت والجروب هتلاقوني موجودة، لو حاجة خاصة بالبرمجة وهتلاقوني في بيج انا في حاسبات، لو حاجة خاصة بالكور الورشة هتلاقوني في الجروب، لو حاجة خاصة بالديزاين عموما هتلاقوني في ساركازم سوسايتي، هتلاقوني في كل حتة في الفيس يعني عموما، يعني الهاشتاج بتاعي ادمن ايمي هتلاقوه في كل حتة، في كل حتة طلع لكم، لحد ما اقنعكم ان التدريب والتعليم ده اهم حاجة في الحياة. يعني ان شاء الله ربنا يقدرني وانشر مفهوم العلم والتعليم في الوطنين. ربنا يخليك يا ملاذ. ابعتيلي بقى ادي ملاذ عشان اقولك على مشروع التخرج، وانا هخرج، انا هوقف التسجيل اول.